زي ما احنا اتفقنا السيشن اللي فات ده كان نظري، اللي هو الجزء اللي هنبدأ نطبقه بقى ان شاء الله. الناس تكون داخله سطبه سوفت وير اللي هنشتغل عليه اللي هو الايجي، ولو ما سطبتوش ممكن تحمله وتسطبه دلوقتي واحنا في السيشن. طيب ما احنا قلنا حل المشكله دي هتعمله ساين اب في البرنامج بأي ميل عادي، هتعمله في ساين اب بس. يعني الفكرة إن أنا لازم أكون أصلا عامل تسجيل قبل كده في البرنامج أو على الموقع عشان أقدر أعمل ساين إن. طيب في حد تاني عنده مشكلة؟ أي ميل عادي يا جماعة، مش شرط الميل الجامعي. بالظبط، المهم الناس تكون بتعمل الاول ساين اب مش ساين ان. يعني انت لو هتعمل ساين ان انت لازم يكون عندك اكونت. طب انت اصلا ما عملتش تسجيل دخول من البدايه، او ما عملتش تسجيل في على الموقع او على البرنامج من البدايه. طيب انا هبدا افتح البرنامج كده، اتمنى الناس كلها برضو تكون ايه فاتحه البرنامج معايا. ده شكل البرنامج بعد ما فتح عندي في البروجكت دي. باقي الناس طبعا معايا، انا سايب المايكات مفتوحه، يعني ممكن الناس تفتح المايك وتتكلم عادي بس تعمل ريز هاند الاول. كل الناس تمام ولا في حد عنده مشكلة؟ تمام. طيب يعني كل الناس دلوقتي فتحت البرنامج وجاهزة؟ تمام. هنعمل ريفيجن سريع كده على السيشن اللي فات. السيشن اللي فات كنا اتكلمنا عن انواع البي سي بي وانترنال كونستراكشن ليها او التركيب الداخلي، انها بتتكون من لايرز من النحاس بينها مواد عازله، مع اختلاف بقى انواع الماده العازله او انواع البي سي بي وعدد اللايرز بتاعتها، واللي بيصل ل 108 او 110 لاير او اكتر من كده كمان. في انواع يعني بتتصنع مخصوص. تمام، عرفنا الفرق بين الاس ام تي وبين التي اتش تي،
وقلنا ان واحد بعمل عمليه اللحام على نفس جهه تثبيت المكونات على السطح بدون الحاجه لعمل ثقوب، وده اللي هو الاس ام تي او السيرفيس ماونت تكنولوجي، تمام. والنوع الثاني بعمل عمليه اللحام على جهه عكس الجهه اللي انا مثبت عليها المكونات وبضطر اعمل ثقوب، ودي التي اتش تي او الثرو هول تكنولوجي. طيب السيشن دي بقى ان شاء الله هنشوف الكلام ده عملي على البرنامج، ونعرف يعني ايه لايبراري، يعني ايه سيمبل، ويعني ايه فوت برنت. ان شاء الله السيشن هتكون ساعتين، مش هنطول ان شاء الله. هنعمل دايره بسيطه كده توضح الكونسبت اللي هنتكلم فيه، وكل سيشن هنعلي في مستوى الدوائر لحد ما نعمل بوردة اردوينو مثلا، او نعمل شيلد الاردوينو ايا كان بقى، شيلد اردوينو اونو او نانو او ميجا على حسب ما الناس تتفق، تمام. وهقول برضو يعني ايه شيلد. كمان الناس اللي هتكمل للنهاية ان شاء الله، يعني الناس اللي هيبقى عندها هم كده تكمل للنهاية والتاسكات اللي هتكون مطلوبة، يعني هينزل لكم التاسكات على الجروب ان شاء الله بعد كل سيشن. التاسك اللي هيتسلم الناس كلها، يعني كل واحد هيسلم التاسك لحد اخر سيشن، التاسكات اللي متسلمه كلها وفي التزام في الحضور وكله تمام، هيكون في جيف اوي، بس الجيف اوي دي هتكون لفرد واحد بس، تمام. جيف اوي قيمه يعني، بورده كاستم ميد انا اللي عاملها، بوريها لكم برده ان شاء الله في اخر السيشن. فخلونا نبدا كده، بسم الله. طبعا مفيش برزنتيشن بدايه من السيشن ده، لو في حاجات مهمه دي ممكن بكتبها في نوتس وابعتها لك كده، انما الكلام النظري اللي احنا كنا محتاجينه اللي كان موجود السيشن اللي فات. حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ حد عنده مشكلة يا شباب؟ أنا مش ظاهر. مش ظاهر إيه؟ هو إحنا مش مشغلين حاجة غير مش فاتح غير البرنامج بس. لا مش ساين أوت، ساين أب. يعني احنا بنقول ساين اب، او كرييت نيو اكونت. طيب عشان برضو نحل المشكلة دي سريعا كده، ركزوا معايا، انا هعمل تسجيل خروج. يس، تسجيل دخول تاني. اهو في هنا ان انا اسجل لو انا عندي اكونت، وفي كرييت اكونت اهي، نيو تو اوتو ديسك، نيو تو اوتو ديسك كرييت اكونت، تمام. انا عشان معايا اكونت وعامل كرييت اكونت قبل كده ومسجل، فهسجل على طول. تمام، ظهر لي هنا اهو ان انا كده تم تسجيل الدخول، الناس عرفت كريت اكونت ازاي. لا الارقام دي حاجه تانية، انا عشان السكيورتي اعمل حاجه اسمها 2 اوت ايه او سكند فاكتور اوثنتيكيشن. يعني انا عاملها لانه كنت بدي الاكونت الناس تسجل بيه في البرنامج، اضطريت اعملها عشان بعد كده كل 30 يوم بيطلب تسجيل دخول جديد، مش شرط تعملوها، يعني هي مش بتطلب منكم اصلا. طيب كده الناس كلها معايا، تمام.
كل الناس مسجلة يا شباب في البرنامج عشان ما نمشيش قدام شوية ولاقي حد يقول لي لا أنا عندي مشكلة في البرنامج. ماشي، في ناس لسه بتسجل. تمام. تمام. طب ندي 10 دقايق كمان للناس اللي ما سجلتش دي عشان لو في حد لسه ما سجلش. اللي عنده مشكلة يقول فعلا، لو عايزين اكريت اكونت معاكم دلوقتي مفيش مشكلة، انا ممكن اعمل ساين اوت واكريت معاكم اكونت جديد تاني، بس عشان الوقت بس دي الفكرة. مش عارف احنا هديلكم 10 دقايق كده نبدأ 8 36 ومعاكم بقى، يعني احنا كلنا موجودين اهو، لو في اي مشكلة ابعتوا، لو تكنيكال كلهم موجودين يعني. لا، لازم برنامج ايجل، لازم برنامج ايجل واخر اصدار، لان احنا بنشرح بي سي بي حاليا. البرنامج مش كبير يعني ممكن الناس تلحق تحمله، يعني لو الناس لسه ما حملتش البرنامج ممكن تلحق تحمله دلوقتي. الرسالة دي لو ده القصد، مش عارف بقى هل في حاجة تانية غير كده ممكن تتعمل ولا ايه، بس ده اللي انا عملته. الميل اللي انت سجلت بيه بيجي لك عليه رسالة تأكيد، بيجي لها الفيريفيكيشن. ده اصدار 9.6.2. اي عايز اشوف اهو، عايز كده حلو. تمام. تمام يا باشمهندس، أسماء المشكلة اتحلت ولا لسه؟ افتح الميل اللي سجلت بيه. باشمهندس أدينا بعد الصورة.
طب دي المشكلة دي يا باشمهندسة دينا، يا باشمهندسة دينا، قفلت البرنامج وفتحتيه تاني؟ طيب لأن كده هو مش شايف إن في كونكت بالنتورك أصلا، هو مش شايف إن في كوميونيكيشن عليه. طيب ممكن يا باشمهندس تحضري معانا السيشن عادي لحد اخره، تمام؟ هتشوف اللي هيتشرح مش مشكله، بس للاسف التطبيق كله هيكون على ايجل، شغالين على اوتو ديسك ايجل. هو البرنامج مش مساحته كبيره، حوالي 200 ميجا او اقل كمان من كده، تمام؟ ده اللي هو اخر اصدار منه 9.6.2. اما بالنسبه لفيوجن 360، عشان الناس اللي كانت بتسألني عليه ازاي احول البورده بتاعتي بعد ما صممتها ل3 دي، ففيوجن 360 بيتيح الاوبشن ده، وفي منصه ليه اونلاين. لو انت مش حابب تسطب بالبرنامج عندك على الجهاز مستهلك ريسورسز كتير، ممكن تشتغل على المنصه الاونلاين دي، تمام؟ والريندر وكل حاجه بتعملها بتتعمل على الكلاود، فاعتقد دي مشكلته محلوله. يعني هو اكتر حاجه ممكن تبقى واخده مساحه وتستهلك الريسورس بتاعت الجهاز هي فيوجن 360. الناس اللي لسه داخله، احنا لسه بدأنا، الناس لسه اللي ما سجلش في البرنامج بس لسه بيسجل، عشان لما نبدأ شرح يكون الناس كلها مسجله. الناس كلها فاتحة البرنامج، لما تفتح البرنامج الواجهة هتكون ظاهرة قدامك بنفس الشكل ده، أو على البريفيو مثلا بدل الهوم. يعني تلاقي هنا في زرار كده مكتوب عليه هوم، تمام؟ اللي أنا بعمل عليه هوفر بالماوس ده، في جنبه بريفيو. الهوم ده بيجي لك لو في أي نوتيفيكيشن جديدة من البرنامج، مثلا هم مشيرين فيديو أو مشيرين تيبس جديدة معاك ممكن تشوفها، تمام؟ وهنا برضو بيقترح عليك تحمل فيوجن 360، انا محمله. البريفيو ده لو انت جيت فتحت اي بروجكت من البروجكت اللي انت عاملها في الجنب، المفروض ان هو يبدا يظهر لك ايه الدايره بتاعتك هنا، ايا كانت بقى سكيماتيك. سكيماتيك مثلا زي كده، او لي اوت. الصوت بيقطع. طب كده الصوت مظبوط؟ الصوت مظبوط كده يا شباب؟ تمام. طيب اول ما بتفتح البرنامج بنفس الواجهه اللي قدامك دي، اهم حاجه ان انت تفهم الواجهه دي، لان دي اللي هتخليك تقدر تتعامل مع البرنامج، تمام؟ وهي واجهه بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه. هتلاقي هنا عندك أول حاجة اللايبرز، بعد كده الديزاين بلوكس، الديزاين رولز، اليو ال بي أو اليوزر لانجويج بروجرامز، سكريبتس، كام جوبس، سبيس موديلز، وعندك هنا البروجكتس، في اكزامبلز، وفي البروجكتس اللي أنت اللي اليوزر ذات نفسه قام كريتها، اللي هو أنت بقى كشخص. طيب أول حاجة اللي هي اللايبرز، لو أنت جيت فتحتها كده المفروض لو أنت عندك لايبرز هتظهر لك، تمام؟ دي حاجات مثلا انا ضايفها فظهر لي هنا، او المانجد لايبراريز، دي بتبقى تبع البرنامج بقى اللي البرنامج ذات نفسه بيوفرها لك. لو اللايبراريز دي مش معمول، يعني لو انت فتحت مثلا لايبراري زي دي كده ما لقيتش النقطه الخضراء دي قدام كل اللايبراريز، يبقى انت كده مش عامل يوز لللايبراريز. خلينا نعدي الخطوة دي. يبقى أنا دلوقتي عرفت بس إن في هنا libraries بره أهي،
تمام. اللايبريز دي او دي المكتبات اللي بقى فيها المكونات الالكترونيه اللي انا هبدا استخدمها او اعمل بيها جراف للكاد موديل اللي انا محتاجه. تمام. الديزاين بلوكس دي ممكن انت تصمم بلوك جاهز مثلا تبقى انت بتستخدمه في دوائر كتير وتضيفه هنا، وكل دايره هتستخدمها ممكن تستدعي منها الديزاين بلوك ده وتستخدمه زي ما هو. تمام. هو هنا موضح لك، سايب لك اكزامبلز على الموضوع ده زي دي مثلا، او 12 فولت ريجليتور مثلا. الناس اللي كانت برضو يعني انا ما سالت الناس على الجروب ايه رايكم في يعني نشرح ايه في السيشن او كده، في ناس اقترحت حاجات كتير من ضمنها مثلا الباور سبلاي، فاريبل باور سبلاي تقريبا او فاريبل ريجليتور حاجه زي كده، وحد كان عايز انفرتر، حد كان عايز بي ام اس. فانا بقول حاجات يعني اللي هو ايه ابليكابل، حاجه نقدر نطبقها في سيشن. الانفرتر ده يعني لو انتوا عندكم خلفيه عنه فهو حاجه معقده جدا، مش حاجه سهله ان احنا نعملها في سيشن كده وتخلص خلاص. تمام. البي ام اس نفس الكلام، او اللي هي الباتري مانجمنت سيستم، الدوائر الخاصه باداره نظام شحن وتفريغ البطاريات. ده بالنسبه للديزاين بلوكس. الديزاين رولز دي انا قلت في البدايه ايه، انت عندك حاجتين، ديزاين تولز وديزاين رولز. الديزاين رولز اللي هي بتحدد لي اللي هو ايه القواعد اللي هبدا اصمم بيها دايره البي سي بي. المفروض مثلا سمك تراك النحاس او سمك مسار النحاس ده ما يقلش عن قد ايه، المسافه مثلا بين كل تراك والتاني ما تقلش عن قد ايه، حجم البدات، الثقوب اللي هتكون موجوده في الدايره ما تقلش عن قد ايه، او وهكذا. تمام. ده بيكون في الديزاين رولز دي، وانا كل تصميم انا اللي هبدا اكريتها او ابدا اعمل احط الديزاين رولز اللي انا محتاجها، لان مش كل التصميمات تبقى زي بعضها. تمام. اليوزر لانجويج بروجرامز دي مش هتستخدمها في حاجه، دي ممكن انت تكريت بيها سكريبتات، سكريبتس دي حاجات تساعدك اللي هو تخلي البرنامج يبقى اوتوميتد معاك يعني. وبرضه مش هتستخدمها في حاجه لما تبقى حاجات كبيره يعني. الكام جوبس دي خاصه بالعمليه المانيفاكتشرنج او عمليه التصنيع، ان انت بتخرج ملفات ما يسمى الجيربر فايلز اللي انت بتبعتها مثلا للوسيط اللي هو او الشركه اللي هتصنع لك في الصين او الكلام ده، بتبعت لهم الجيربر فايلز دي اللي البرامج اللي هي خاصه بمكن التشغيل بتقدر تتعامل معاها. يعني لو انت بعت له السكيماتيك واللي اوت بتاعك هو مش هيقدر يتعامل معاه، لكن بيقدر يتعامل مع الكام فايلز. تمام. او الجيربر فايلز، هنعرف برضو بعد كل تصميم ازاي نخرج الكام فايل بتاعه. السبيس موديل دي زي ما قلت المره اللي فاتت هي خاصه بالسيميوليشن، لكن السيميوليشن مش احسن حاجه هنا في البرنامج يعني، لا يعتمد عليه اساسا يعني، هم كانوا حاطينه كده بس لما لقوا الموضوع مش جايب هم ما كملوش فيه. دي بقى اللي هي المهمه بالنسبه لنا، انت زي ما قلت لك المهم بالنسبه لك اللايبريز والبروجكت. تمام. اما بتيجي على البروجكت دي، لو انت لسه اول مره تفتح البرنامج هتلاقي البروجكت دي لسه ما يعني ما فيهاش اي ايه حاجه معموله قبل كده، وهتلاقي هنا الاكزامبلز دي بيبقى حاجات هو مديها لك جاهزه انت ممكن تشوفها معموله ازاي، او ممكن تعمل لها ريديزاين او تعيد تصميمها تاني من اول وجديد او تعيد استخدامها تاني. تمام. حتى هنا انت ممكن برضو تشوف هو ازاي بيبقى مقسم السكيماتيك سيركت وهكذا، ازاي اعمل تصميم اللي اوت ذات نفسه يبقى شكله عامل ازاي. اول حاجه لما تخش على اي برنامج انت محتاج تعمل ايه، محتاج كاريت نيو بروجكت او محتاج كاريت مشروع جديد، صح؟ تيجي على البروجكتس دي وتروح جاي ضغط كليك يمين وتقول له نيو بروجكت من هنا كده، او هتيجي هنا فايل نيو واختار بروجكت، اختار ايه بروجكت. هتلاقي عندك تحت بروجكت دي في سكيماتيك، في بورد، في لايبراري، في ديزاين بلوك، في كام جوب وهكذا، اليوزر لانجويج بروجرامز، سكريبت، تكست. احنا اللي يهمنا الاول البروجكت، لان البروجكت ده هيبقى تحتيه سب فولدرز. تمام. او سب فايلز. فانا اقول له نيو بروجكت، هنسمي مثلا البروجكت ده فيرست سيشن،
تمام، وضغطت انتر هلاقيه طلع فوق خالص عشان انا اسميه بلاي ستيشن. وفي هنا علامة خضراء مش عارف انتوا شايفينها ولا لا، العلامة النقطة دي لما بتبقى لونها اخضر كده معناها ان البروجكت ده اكتف، تمام، يعني البروجكت ده حاليا شغال. باقي المشاريع هي او باقي البروجكتس المعمولة قبل كده هتلاقي معمول قدامها ايه الدوت، لكن الدوت دي مش اكتف، معناها ان اي مشروع تاني غير ده مش اكتف دلوقتي. فانا لو جيت على فيرست سيشن هضغط كليك يمين واقول له بقى نيو سكيماتيك، تمام، يبقى انا تاني بالترتيب كده عملت دخلت البرنامج، جيت لا اما على البروجكت دي ضغطت كليك يمين وقلت نيو بروجكت، او على فايل عملت نيو اخترت بروجكت، ولما سميت البروجكت بتاعي هضغط كليك يمين عليه واقول له نيو سكيماتيك، تمام. ده شكل الاسكيماتيك او شكل اللي اوت اللي هبدا ارسم عليه ايه الاسكيماتيك بتاعي. لحد الخطوه دي في اي مشكله شباب؟ انا عايز الناس بس ايه محدش يقع مني، عشان لو في حد وقع في حاجه نبقى معاه على طول. تمام، جميل جدا. اهم حاجه في اي برنامج ان انت لما تفتح البرنامج تفهم التولز اللي موجوده فيه او التول بارز اللي بتبقى موجوده فيها هتستخدم كل حاجه في ايه، تمام. مش مهم تبقى فاهم كل تول موجوده بتعمل ايه، بس في تولز كده لو انت معرفتهاش اخر خطوه. تاني جيت هنا على البروجكت اللي انا كريته، ضغطت كليك يمين وقلت له نيو سكيماتيك، هضغط بس على سكيماتيك هيفتح لي اللي هي الصفحة الجديدة دي واسمها ايه؟ سكيماتيك اهي، تمام؟ ماشي. ما هو مش شغال امر نيو عشان لسه ما كريتيش بروجكت. تحت البروجكت، البروجكت اللي اسمه فيرست سيشن ده موجود فوق خالص، تلاقيه موجود فوق خالص في البرنامج باسم انتايتلد سكيماتيك، يعني هي حتى الان مش متسميه لانها لسه ما اتحفظتش. ممكن اعمل كنترول اس قبل ما اشتغل ان انا سايب البروجكت واقول له سميه فيرست سيشن، تمام، هلاقي كده البرنامج اسمه اتغير بقى فيرست سيشن دوت اس سي اس اس سي اتش اللي هو سكيماتيك، يعني اختصار لكلمه سكيماتيك، يبقى ده اختصار ايه سكيماتيك. اجي هنا للتول بار اللي موجوده هنا في الجنب، هلاقي الايقونه اللي هي مكتوب جنبها انفورميشن دي او انفو، دي هتديني انفورميشن عن الحاجه اللي انا محتاج اعرفها، تمام، زي الهيلب كده. يعني انت برضه ممكن من الهيلب نفس الكلام، الجنرال دوكيومنت، الجنرال او الدوكيومنتيشن او الاسكيماتيك اديتور تبدا تقرا فيهم لو انت عندك مشكله في اي حاجه، تمام. خلينا ناخدها من التول بار اللي فوق كده، فايل هتلاقي فيه نيو، لو انت عايز تكريت لو ضغطت نيو هنا هيكريت لك نيو سكيماتيك على طول، تمام، مش نيو بروجكت ولا الكلام ده، وهيقفل البروجكت اللي انت فاتحه. يعني حاول ما تعملش الحركه دي وانت فاتح سكيماتيك، لان يعني هيقفلك البروجكت اللي انت فاتحه، وممكن يطلب منك تعمل سيف وممكن لا. فانا بقول لك يعني بلاش تعمل السكيماتيك، تكريت نيو سكيماتيك من سكيماتيك جديد انت فاتحه من غير ما تكريت بروجكت، تمام. اوبن لو انت هتفتح برنامج تفتح سكيماتيك تانية، اوبن ريسنت هيجيب لك اخر مشاريع كنت شغال عليها، تمام. سيف طبعا معروفه كنترول اس، سيف از لو انت عايز تسيبه في مكان تاني او تسيبه باسم تاني وهكذا. ده لو انت عندك حد اصدار اقل من السبعه هتلاقي هنا بيقول لك سيف كوبي فور ايجل 7.x، اللي هو لو اصدار اقل من الاصدار السابع او الاصدار السابع بتطلع له نسخه مخصصه بيه، تمام. سيف اول تعتبر زي سيف كده بس بيسيف السكيماتيك والبورد او اللي اوت. سيف از ديزاين بلوك، دي اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها من شويه، ان انا ممكن اكريت ديزاين، الديزاين ده عباره عن بلوك استخدمه في المشاريع بتاعتي بعد كده وليها برضو رولز معينه. نفس الكلام سيف سيلكشن از ديزاين بلوك، انا ممكن اختار جزء من التصميم بتاعي او من السكيماتيك واخليها ايه كديزاين بلوك
اعمل لها ريوز تاني. برنت لو انا عملت الاسكيماتيك ومحتاج اضعه على ورق مثلا عشان ابدا اعمل اناليس للدايره او الكلام ده، تمام، اطلعها بي دي اف او اعملها برنت على طول على الطبعه. سويتش تو بورد دي انا زي ما قلنا المره اللي فاتت، في سكيماتيك وفي لاي اوت، او في سكيماتيك وفي البورد ذات نفسها. بعد ما بصمم الاسكيماتيك محتاج احولها اللاي اوت عشان ابدا ارص المكونات بتاعتي زي ما اتفقنا، واوصل بينها مسارات النحاس زي ما انا عاوز. دي اللي هي البورد بقى. ما بعملش امر سويتش تو بورد ده غير لما انزل المكونات بتاعتي كلها واتاكد ان كل حاجه تمام والدايره بتاعتي مظبوطه عشان يحولني للاي اوت، ابدا ايه اوصل مسارات النحاس بتاعتي. امبورت دي لو انا انت عايز مثلا تستدعي دروينج ده اللي هو ممكن تستدعي دي اكس اف فايل، تمام، لو انت تستخدمه مثلا كرسمه او لوجو او الكلام ده، بس يكون بصيغه دي اكس اف. بيت ماب دي لو انت عايز تستدعي صوره، بس الصوره دي تكون بصيغه الكالرز بتاعتها تكون مونو كالر اللي هو ابيض في اسود، تمام. ممكن تستدعي حاجه خاصه، حاجه من الالتيم او الكلام ده لو انت عندك التيم او بي كاد وما الى ذلك. يعني ايجل دروينج لو انت عندك في حاجه مرسومه قبل كده ممكن تستدعيها. اكسبورت لو انا بقى هعمل تصدير من البرنامج، تمام، انا هعمل، انا رسمت الرسمه دلوقتي وعايز اسيف الاسكيماتيك دي كصوره مثلا، تمام، او هنعرف بقى الحاجات الباقي الحاجات اللي موجوده دي اللي هي البي او ام، البيل اوف ماتيريال او القائمه اللي بيكون فيها المكونات وعددها وقيمها والكلام ده. الدي اكس اف لو انا عندي مثلا راسم حاجه هنا فيكتورز او خطوط او كده، ممكن اخرجها واعملها اكسبورت كدي اكس اف، او ان انا اعمل اكسبورت للايبرز اللي موجود، تمام. قلنا اليو ال بي دي مش هنستخدمه، اللي هو اليوزر لانجويج بروجرامز مش هنستخدمه، ولا هنستخدم السكريبت، تمام. الايديت بقى ده يعني نفس الكلام اللي موجود هنا هو نفس التولز اللي موجوده بره دي، يعني نفسها التولز اللي موجوده بره هنا دي اللي في الايديت، تمام. هتلاقي بعد كده الدرو فيها حاجات مهمه هنستخدمها، زي مثلا الارك لو عايز ترسم قوس، اتريبيوت لو انت عايز كاريت ريليشن معينه او الكلام ده، الباص، سيركل عايز ترسم دايره، دايمنشن لو انت عايز تقيس مسافه بين نقطتين معينين. لا مفيش، مش لغه معينه، ليهم سكريبتات معينه، فهمني يا مصطفى؟ يعني هي مش ريليتد بلغه مش ريليتد بلغه، هم زي ما تقول كده حاطين زي سينتاكس خاص بيهم او كي ووردز معينه بتفعل لك السكريبتس دي. تمام. الفريم ده لو انا عايز اكاري فريم، او ان انا مثلا هرسم حاجه زي كده وابدا ارسم المكونات بتاعتي فيها، زي مثلا هي بستخدمها في الاورجانيزيشن اكتر ان انا انظم التصميم بتاعي، تمام. هنلاقي تاني الجانكشن ان انا اوصل سلكتين مع بعض، الليبل لو انا عايز احط اسمي مثلا سلك او مسار من اللي انا بوصلهم، لاين لو انا عايز ارسم خط، موديول دي مش هستخدمها، انت عايز كاريت موديول زي الديزاين بلوك كده بالظبط. النت دي يعتبر اهم حاجه ممكن هنستخدمها، اللي هي اللي هنوصل بيها اصلا بين المكونات وبعضها في الاسكيماتيك، تمام. البوليجون ده امر مش هنستخدمه في الاسكيماتيك بس هنحتاجه في اللي اوت وهنشرحه بالتفصيل برضه. البورت والبورت والموديول يعتبر الاثنين زي بعض، تمام. وانت الفكره ان انت اكنك بتكريت موديول، الموديول ده عباره عن سيركت، السيركت دي بقى جواها مجموعه مكونات تانية، وممكن برضو تستدعي الموديول ده وتستخدمه في اكتر من سيركت عادي، تمام. ريكتانجل لو انت عايز ترسم بقى مستطيل وهكذا. تكست زي مثلا انت عايز مثلا تضيف هنا، انا كبر خط عشان الناس تشوف، عايز تضيف تكست زي ده يعرفك مثلا ايه الحاجه اللي هتبقى موجوده هنا، تمام. ده امر تكست، يبقى احنا حتى الان بنتعرف على التول بار اللي موجود هنا. فيو هتلاقي عندك حاجه اسمها اللاير سيتنجز والجريد. نشوف اللاير سيتنجز دي، بيقول لك دي اللايرز اللي موجوده معاك في الاسكيماتيك، ونركز كويس قوي ان احنا موجودين فين دلوقتي، موجودين في الاسكيماتيك، لان لما نروح
اللاي اوت اللايرز دي مش هتبقى كده بس، عندي اكتر من 200 لاير، تمام؟ طيب في ايه تاني؟ الجريد، الجريد ده هتلاقي معمول لك ديسبلاي اون واوف. لو انت عملتها اون وهي دلوقتي معموله ايه؟ بالانش، ممكن تخليها بالملي، بس انا ما بفضلش تفعل الجريد في الاسكيماتيك، لان كل مكون بيبقى مرسوم مرسوم بستاندردز على اللي هو الديفولت الجريد اللي هم بيبقوا عاملينه ده، الديفولت اللي هو 1 من 10 انش. انت يكفي بس ان انت تعمل ايه؟ تفعل الديسبلاي ده واقول له اوكي. لو انت خدت بالك كده اما اعمل زوم مش عارف هيبقى ظاهر عندكم مربعات ولا لا، ثانية احاول. كده ظهر المربعات اهي، تمام؟ ده الجريد او الشبكه اللي ببدا انزل فيها المكونات واوصلها. واجهه البرنامج انت ممكن تغير اللون بتاعها، اقول لك تغيره ازاي برضو دلوقتي، او تعدل فيها زي ما انت عايز. بعد كده بقى المارك والشو والحاجات دي اللي هنحتاجه هقول لك عليه واحنا شغالين. زوم تو فيت دي لو انت مثلا المكونات راحت في حته تانيه من الشاشه، تروح جاي اعمل زوم تو فيت دي، تودي لك نص الشاشه كده اللي هو ايه؟ المكان اللي فيه المكونات بتاعتك كلها. زوم ان وزوم اوت اللي هو نفس الكلام، محتاج اعمل زوم ان او زوم اوت. زوم سيلكت دي ممكن اعمل بالماوس كده واختار جزء معين هيعمل لي زوم عليه، تمام؟ في ايه تاني؟ ممكن بقى يعني في هنا كوماند لاينز مكتوبه هنا اهي، او زي شورت كيز كده ممكن تستخدمها، او شورت كاتس. الت اف 2 مثلا هيعمل لك زوم تو فيت، وهكذا. اف 3 زوم ان، اف 4 زوم اوت. ده لو انت حابب الناس اللي بتحب تستخدم ايه؟ شورت كاتس. بالنسبه للتول هتلاقي عندك حاجه اسمها اي ار سي اللي هي الكتريك رول تشيك، دي بتشوف بتتحقق لو في اي مشاكل في التوصيلات او الكلام ده، او سلكين معديين من فوق بعض او كده ممكن يعملوا لك مشكله، ودي بتستخدمها بعد ما تخلص تصميم الاسكيمات. هتلاقي هنا بقى اللايبراري، دي بقى الجزء المهم بالنسبه لي. هتيجي هنا تقول open library manager، تمام؟ هتلاقي حاجتين او ثلاث حاجات، in design in use available. in design اللي انا مستخدمه في التصميم ده، هل انا استخدمت اي حاجه لحد حتى الان؟ ما استخدمتش ولا library حتى الان، فمش هيجيب لي حاجه هنا. لكن لو رحت على الان يوز هيجيب لي كل اللايبريز اللي انا مستخدمها في البرنامج، او اللي انا اللي موجوده عندي في البرنامج عامه. طيب الافيلابل، انت يوميا بينزل ابديتس. هو هنا بيقول لي نتورك اكسس از ديسيبل، انا عشان منزل نسختين من البرنامج. تمام. طيب هنا الناس اللي فاتحه البرنامج دلوقتي معايا هيكونوا شايفين اللي ايه؟ اللي ظاهر هنا في الافيلابل دي. هتلاقي كل اللايبرز موجوده قدامك لو انت ما استخدمتش اي لايبرز لسه في البرنامج. يعني لو انت رحت على الاي نيوز دي ما لقيتش فيها لايبرز، هتيجي هنا في الافيلابل سيلكت اللايبرز اللي موجوده، ممكن تعمل سيلكت اول وتستخدمهم. بس حتى الان يعني انا بقول لك ما تستخدمش، يعني ما تستدعيش لايبرز دلوقتي، تمام؟ لو مفيش عندك حتى لايبرز خالص ما تستدعيش ايه؟ لايبرز دلوقتي. هو كده بيعمل فيتشنج اهو. عادي انا ممكن الاقي لايبرز كتير عايزه تتحدث، ده عادي. انا كل ما بفتح لو في حاجه محتاجه تتحدث يعني بحدثها عادي. بس برضو في حاجه، يعني مش كل اللايبرز اللي موجوده في الانيوز دي انت بتستخدمها، يعني دي موجوده كل سبلاير او كل الكترونيك سبلاير او حد بيوزع مكونات او بيصنع مكونات بيصنع الفوت برنت والاسكيماتيك الخاصين بيه هو، عشان لما تشتري المكون بتاعه تقدر تحطه في دوائر بي سي بي، يبقى هو كده بيدي لك حاجه فوت
فولي انتجريتد، تمام، او حاجه متكامله، فيخليك يعني هو بيجبرك تستخدم السيرفيس بتاعته او الحاجه اللي هو بيقدمها. احنا هنستخدم حاجات معينه لحد بعد كده ما تفهم اللايبريز اشتغل ازاي، او الفوت برنت ده المفروض ابقى اختاره بناء على ايه او شكله ايه والكلام ده. وبعد كده بقى تستخدم اللايبراري اللي انت عايزها، تكريت انت لايبراري. ممكن بعد كده كل بروجكت تيجي تعمله تجيب اللايبريز بتاعته بس وتستخدمها في البروجكت ده، ما يبقاش عندك كل اللايبريز دي. طيب فرضا ان انت ظهر لك اللايبرز زي ما هي، هتظهر لك زي ما هي ظاهره هنا دي كده، ممكن تروح جاي عامل لهم سيلكت كلهم، بس انا يعني ما برجحش ده عشان وقت السيشن لان هياخد منك وقت كبير. تروح جاي عامل كنترول ايه على اللي موجود كله، بدل ما تعمل ريموف هنا هتلاقي فيه يوز، تمام. يوز دي هيجيب لك كل اللايبرز اللي موجوده في الافيلابل وينزلها لك، يحملها ويضيفها لك في الايه البرنامج. او لو انت مثلا محمل لايبراري من بره وعايز تضيفها، بتيجي هنا كده بعمل براوز واشوف مثلا دي لايبريز انا ضايفها مخصوص ما كانتش موجوده مثلا في البرنامج، وليكن لايبراري مثلا زي اللايبراري اللي هي بتاعت الريلي، انا محمل دي من بره، بروح جاي مختارها كده واقول له اوبن، تمام. قال لي ايه؟ added zero libraries and one duplicates found، يعني في ان هي اللايبراري دي موجوده قبل كده، تمام، هتلاقيها موجوده في اليوز. يبقى انا كده اللايبراريز بتاعتي تمام ما فيهاش اي مشكله. ابدا اجي هنا بقى للجزء اللي تحت ده، نفس الكلام open save بس على شكل ايقونات بقى جرافيكال، برنت generate او switch to board، اللي هي بدل ما انا كنت اعمل من هنا فايل switch to board ممكن اعملها من هنا، تمام. هنا اوبن لايبراري مانجر نفس الكلام اللي كنت ممكن تفتحها من فوق، لايبراري مانجر دي خاصه بالاكسكيوت سكريبت، اليو ال بي، زوم تو فيت، وهكذا نفس التول. اندو، ريدو، ستوب، لو انت بتنفذ كوماند معين دلوقتي وعايز تعمل له ستوب اجباري، تمام، او عايز تعمل جو لسكريبت معين، السكريبتات بتتكتب هنا في المكان اللي هو موجود هنا ده، ده بيكتب فيه السكريبتات اللي انت عاوزها، تمام. هنا لو انت عايز تفتح الهيلب، لو انت عايز تسيرش عن حاجه وتعمل لها اوردر، لو انت عايز تعمل بي سي بي سيرفيس او تصنع او الكلام ده، طبعا ما برجحش سيتنجز فيها اللايرز كلها، تمام، اللي بتبدا تستخدمها. هتلاقي عندك هنا برضو ممكن تظهر الجريد او تخفيه او تغير فيه، بس انا زي ما قلت هنخلي الجريد في الاسكيماتيك زي ما هو، مش هنيجي جنبه، انا بس ممكن نظهره عشان اللي هو ايه كجايد لاينز لينا، ان هو يبقى محدد لك المكان اللي هتشتغل فيه. السيلكشن فلتر مش هتستخدمه، السيميوليشن الحاجه هي التولز الخاصه بالسيميوليشن اللي هنا دي زي ما قلت لك هي مش افيشنت قوي، فبرضه مش هتبقى عمليه معاك او مش هتستخدمها في حاجه اساسا. نيجي بقى ده التول بار، ده اهم حاجه بالنسبه لنا، ده اللي فيه كل الشغل بقى. عندك هنا الموف، لما تبقى عايز تحرك مكون الكتروني لازم تستخدم امر موف ده او التول اللي هي خاصه بالموف دي. الميرور، لما محتاج مثلا انا نزلت مكون الكتروني ومحتاج اعمل له ميرور او اعمل له فليب او اقلبه مثلا، بستخدم الامر اللي هو بتاع الميرور ده، تمام. الروتيت نفس الكلام، انا نزلت مكون الكتروني ومحتاج اعمل له روتيت. الكوبي، لو انا محتاج اعمل كذا نسخه من المكون الالكتروني، تمام. بيست، انا عملت هنا كوبي للمكون الالكتروني عايز اعمل له بيست، او انا كنت عامل كوبي لجزء من دايره وعايز اعمل له بيست هنا، تمام. ديليت، لو انا عايز احذف مكون الكتروني. تشينج دي هنستخدمها فيها كذا اوبشن دلوقتي، بس مش هنستخدمها هنا، يعني مش هنستخدمها هنا في
في الاسكيماتيك كان استخدامها في اللاي اوت اكتر. ديزاين بلوك اد بارت دي اللي هننزل منها المكونات الالكترونيه، دي اهم حاجه يا شباب، اد بارت هننزل منها المكونات الالكترونيه. السهم الصغير اللي جنبها ده بيجيب لك الموست يوزد كومبوننت، يعني اكتر مكونات الكترونيه استخدمتها في اخر مشروع ليك. تمام، سهم صغير كده اهو جنب اد بارت، لو ضغطت عليها يجيب لك المكونات الالكترونيه اللي هتستخدمها في اخر مشروع. البورت والموديول قلنا مش هنستخدمهم في حاجه. النت، امر النت ده اللي هنوصل بيه بين المكونات وبعضها. تمام، امر باص زي امر نت كده، بس الباص ده اكنه طريق. حلو، الطريق ده ممكن يبقى فيه اكتر من طريق تاني فرعي، ده بالظبط زي الباص. يعني انا ممكن اعمل مسار كده كبير، تمام، ابدا مسارات فرعيه واسمي بقى المسار ده ايه، تمام، مسار تاني، مسار ده بيه مثلا، وهكذا. تمام، ممكن اجي اختار امر جروب اهو، محتاجه اسيلكت دول كده مع بعض، لونهم اتغير، تمام كده لونهم بقى باهت. انا مثلا اخترت ده بقى لايت ده اهو، او معمول له هايلايت، لو انا ضغطت ديليت يعمل له حذف. محتاج ارجع اندو او كنترول زد، محتاج اعمل له ديليت مثلا من هنا، نفس الكلام. تمام، طيب بقى ايه تاني؟ الجنكشن دي زي ما انا قلت، انا مثلا رسمت خط اهو، رسمت الشكل ده كده، حتى لان الخطين دول مش متقاطعين مع بعض. يعني لو انا جبت امر موف ده واتحركت، الخطين دول ايه، مش متقاطعين مع بعض. طيب عايز اخلي الخطين دول متقاطعين مع بعض، يعني ده مسار نحاس وده مسار مثلا، او ده مسار كهرباء وده مسار كهرباء، باجي على الامر جانكشن ده واجي على النقطه اللي محتاج اخليهم متوصلين مع بعض فيها واعمل جانكشن كده. لو انا جيت اعمل موف تلاقي ايه، بقى متوصلين مع بعض اهو. تمام، طيب خلينا سيلكت ده كده كله واقول له ديليت. بعد كده النيم، لو انا محتاج اسمي المكونات الالكترونيه بتاعتي، بس ممكن اعمل الارضي بالباص عادي. إيه انت مثلا، يعني انت قصدك ان انت هتسمي مكون واحد جراوند وتربط الباقي بيه يعني عادي. تمام، انا لسه اقول لك على حاجه احسن، يعني مش هنستخدم الوايرز كتير ولا النت ولا الباص كتير، هنستخدم اللي هو الليبل اللي بقى موجود هنا ده. تمام، الليبل ده يا شباب زي المتغير في البرمجه. انا لما اجي هنا مثلا اقول له سمي لي هنا متغير اكس، لو رحت هناك حطيت متغير تاني اسمه اكس، خلاص هو عارف ان الحاجه دي هتتوصل باللي هناك، يبقى الاثنين دولت مربوطين ببعض، ده اللي هو امر الليبل. تمام، هيسهل علينا الدنيا كتير وهيخلي شكل الاسكيماتيك انضف واحسن، تحس انت كده بتتعامل مع حاجه محترمه كده. تمام، يبقى احنا قلنا امر النيم ده هسمي بيه المكونات الالكترونيه بتاعتي. تمام، الفاليو دي هضيف بيها فاليو للمكون الالكتروني. امر نيم برضه يا شباب ممكن اسمي بيه المسارات الكهربيه، يعني انا المكون الالكتروني ده ما هو بقى طالع منه اطراف، الاطراف دي محتاجه تبقى متوصله مع بعضها، كل طرف من دول او كل مسار بيبقى ليه اسم. تمام، ممكن يبقى البرنامج يديله اسم راندم لو انت مش مسميه عادي، انت عايز تسميه باسم معين تختار امر نيم ده. تمام، امر فاليو ده بدي يعني انا مثلا عندي مقاومات، انا فرضا يعني المقاومات دي كل مقاومه هتبقى بقيمه مختلفه، بعمل فاليو للقيم المقاومات دي، مقاومه مثلا 10 كيلو، مقاومه 1 كيلو، مقاومه 5 اوم وهكذا. عندي مكثفات، محتاج اقول مثلا المكثف ده هيبقى قيمته 100 نانو، قيمته 10 نانو، قيمته 10 مايكرو وهكذا، ده بعمله بامر الفاليو. بعد كده اللي تحت دول مش مهمين بالنسبه لنا، اللي هو ريبوزيشن اتريبيوتس. والريبليس دي ممكن تستخدمها لو انت مثلا نزلت مكون وعايز تعمل له ريبليس، بس في امر الريبليس انا عشان اعمل ريبليس للمكون لازم تكون نفس عدد الاطراف، يعني نفس الاطراف اللي موجوده دي اقدر ابدلها عادي لو موجود نفس الاطراف او نفس الفئه بتاعته، غير كده هيقول لك لا في مشاكل ان الاطراف مش هتركب مع بعض. تمام، ده الامر اللي هو ايه، ريبليس. عندي هنا ايديت 3 دي مش هتستخدمها في السكيماتيك، لكن هنستخدمها في اللاي اوت ان احنا نكريت ايه 3D موديل للمكون اللي هنستخدمه.
اتريبيوت دي لو انت عايز تظهر خصائص كل مكون وما الى ذلك. ميتر دي لو انا مثلا رسمت خط كده ممكن تستخدم امر ميتر ده ان هو ايه يخلي لك الخط بدل ما هو مثلا رايت انجل كده يخلي لك زاويه 45. تمام. في ايه تاني؟ سبليت لو انت عايز تقطع حاجه او خطوط ذات نفسها والكلام ده. سلايس نفس الوضع. التولز سلايس وسبليت دول ما بتستخدمهمش اصلا في حاجه. تمام. بنت رولر نفس الكلام ما بتستخدمهاش في حاجه. الباترن دي هنستخدمها في اللي اوت. الباترن دي لو انا مثلا عندي اللمبات الليد مثلا اللي هي بتكون عباره عن دايره وفيها ليدات متوصله، مثلا مفكر ان الواحد بيقعد يرص الليدات دي بنفس الترتيب كده وكل كل ليد على بعد التانية بواحد ملي والكلام ده، لا ده بيتعمل بحاجة اسمها اللي هو ايه الباترن ده، ان انا برسم شكل معين او باترن معين سواء لينير او روتيشنال زي ما انا عاوز. تمام. بالباترن ده بختار مكون واحد واقول له مثلا كريت لي منه كذا مكون وهكذا. جيت سواب وبين سواب دول برضو مش هنستخدمهم في حاجة، دول لما تيجي كريت لايبراري بتستخدمهم. تمام. هما والاوبتمايز والانفوك اللي موجودين تحت دول. بعد كده انا بفتح المكونات اللي بتيجي في الجنب الزياده دي من هنا السهم ده، لو انت عندك الشاشه اكبر من عندي بتلاقي المكونات كلها ظاهره ايه في شريط واحد. هنا نفس الكلام اللاين الارك السيركل نفس الحاجات اللي شفناها فوق من درو هتلاقيها موجوده هنا، بس فوق في حاجات ازيد. تمام. هتلاقي بقى لو انت عايز مثلا زي ما قلت تجيب دايمنشن تقيس دايمنشن بالنقطتين، يعني وليكن مثلا انا محتاج اخد الدايمنشن من هنا لهنا. تمام. قال لي ان ده مثلا 99 و6 من 100 انش، طب عايزه بالملي، هتيجي هنا الفيو الجريد، ممكن تغير الجريد تخليه بالملي بس ما تغيرش القيمه المكافاه اللي ظهرت لك هنا دي، يعني دي القيمه المكافاه بالانش اللي هتخلي الجريد مظبوط، يعني حتى انا لو قلت له اوكي الجريد ما اتغيرش في حاجه هنا. تمام. لو انا جيت اقيس تاني تيجي تقيس كده عايز اقيس المسافه دي اهو، طول ما انا بسحب كده بيقول لي ايه المسافه اللي ظهر، وممكن تغير يعني انت ممكن مثلا تختار راديوس، ممكن تقيس دايمتر، تعمل انجل وهكذا، تخلي مثلا المسافه هوريزونتال، تخلي المسافه فيرتيكال، تخلي المسافه بره للاين معين. كل دي يعني انت اي مكون او اي فيتشر بتختارها من هنا بيظهر لك الاتريبيوتس الخاصه بيها هنا في اللاين ده. تلاقي مثلا حجم الخط، يعني انت بص كل ما هكبر كده هيظهر لك ايه الخط اللي انا مستخدمه بالملي. عايز تختار كاستم او مقاس تاني غير ده بتكتب المقاس اللي انت عاوزه. تمام. اهو ده 10 مللي مثلا. ايه تاني؟ ده بالنسبة للدايمنشن. تمام. شيل ده بقى. مارك دي لو انت عايز تبص في هنا دي اللي هي الاوريجين بوينت اللي هي 0 0، يعني انا لما اقف هنا كده المفروض بيظهر لك كل ما بتتحرك بالماوس هنا بيظهر لك الاحداثيات بتاعتك هنا. يعني انا بقول لك سالب، انت دلوقتي واقف عند سالب 2.5 و4.76 من 100 اخر نقطه كنت واقف عندها، كل ما انا بتحرك كده بالماوس هيغير لك الجريد اهو. تمام. ده لو انت محتاج الجريد في حاجه مش هنحتاجه في الاسكيماتيك زي ما قلت، بس هنحتاجه في اللي اوت عشان ننظم المكونات، لو احنا محتاجين مثلا نحط المكونات عند اكس وواي مثلا معينين او كده. تمام. ده حتى الان واجهه الاسكيماتيك. محتاج ارجع الواجهه تاني ابيض عشان الناس تبقى شايفها، هاجي من هنا كده اوبشن يو اي او يوزر انترفيس، هنا بيقول لك دي خاصه باللي اوت ودي خاصه بالاسكيماتيك. تمام. هتيجي هنا في الاسكيماتيك هتلاقيه بيقول لك ان الباك جراوند لونها بلاك والماوس بتاعي صغير، انا مختار الحجم الصغير، الحجم الكبير انا عايز اوري لك برضو الحجم الكبير يبقى شكله ايه، الحجم الكبير بيبقى كده بعرض الشاشة كلها، أنا ما بفضلش ده، لو أنتوا عاوزين ده ما عنديش مشكلة.
يعني لو الناس هتبقى كده شايفة أفضل اكتبوا لي في الشات، مش مشكلة. تمام، هنا اليو اي، ارجع الماوس تاني، اختار الباك جراوند وايت عشان الناس تبقى شايفة. تمام، اللي اوت انا بفضل يبقى بلاك عشان الالوان ذات نفسها اللي هناك تبقى واضحة، تبقى واضحة اكتر، لان الالوان اللي هنستخدمها هنا غير الالوان اللي هنستخدمها هناك. هناك بقى انت بتتعامل مع نحاس والكلام ده. الايكون سايز انت ممكن تعدله زي ما انت عاوز. تمام، الاكستنشنز انا عشان ضايف اوف فيجن 360 واللي هو التصنيع والكلام ده كله، فالاكستنشنز دي هتلاقيها متضافه. تمام، ده كل اللي يهمك في ايه، في تعديل اللي اوت. طب انا قلت اوكي كده، رجع لي ده ايه، وايت تاني اهو. تمام، هنيجي بقى هنا اول حاجه بالنسبه لنا هنعملها النهارده، انا عايز بقى اشوف اللايبرري، يعني ايه لايبرري. تمام، هاجي الاول افتح هنا كده اعمل اد بار، هيقعد شويه يحمل لانه بيجمع لي كل اللايبرريز اللي موجوده عندي في البرنامج وبيعمل لها ابديت ويعرضها لي، يعني اكنه بيعيد كده ترتيب اللايبرريز، حتى بحيث لو انا مثلا ضفت لايبرري جديده قبل ما افتح البرنامج من بره والكلام ده كله، يبدا يعمل لي ايه، يرتب لي اللايبرريز او المكتبات اللي عندي اللي فيها المكونات الالكترونيه ويبدا يظهرها لي. دي كل اللايبرريز زي ما انتم شايفين كده، برضه زي ما انا وضحت احنا مش بنستخدم كل اللايبرريز اللي موجوده دي. تمام، طيب خلينا مثلا انت فتحت كده وعايز تشوف ايه اللايبرريز اللي موجوده دي، خلينا نيجي مثلا على حاجه معروفه، يعني انا عايز اجيب لك كاباستور مثلا، هتلاقي هنا اللايبرري ذات نفسها فيها سب فايلز. وبيتقال بانجليزي ازاي؟ هو عندك ظاهر ايه؟ انت عندك ظاهر عربي ولا ايه؟ لا، هو ظاهر انجليزي عندي، بس الحاجات كلها جاية يمين، القوائم كلها جاية يمين، وفي بعض الاوبشن جاية بالعربي، يعني هو مخلط. اه طب بص ثواني، عشان ممكن يكون من الويندوز، بس انا هحاول اشوف لك ايه الحل ده. يو اي ما هو طيب اللغة ذات نفسها وانتوا بتختاروا البرنامج غيرتوا حاجة فيها او كده؟ مش لا فاكر الصراحة إن أنا عملت حاجة. بس دي ما تتعملش لوحدها كده، يعني بحاول اشوف لكم حتى حل ليها، ما يعني ما قابلتنيش قبل كده الصراحة. ماشي كده كده عايز اعمل سيف. طب هنا دي مظبوطة ولا دي كمان مقلوبة كده؟ فعلا هو لو الويندوز معمول، ما انا بقول لهم كده، يعني لو الويندوز معمول عربي ده هيبقى يعني البرنامج ذات نفسه باي ديفولت لما بينزل هيبقى نازل مقلوب. انا ما شفتش حد عامل ويندوز عربي، يعني النسخه ذات قايمة نفسها. هم والبريفيو واللي هي اللايبرريز دي برضه متشقلبة، برضه عكس اللي ظاهر عندي قدام. طب انت فعلا زي ما مصطفى بيقول كده، انت عندك الويندوز عربي ولا انجليزي؟ لا، يعني الويندوز ال انجليزي. no. هو ممكن يبقى انجليزي بس يعني اللي هو ايه، مش فاهم، لغه العرض اللي ظاهره لك انجليزي لكن الويندوز ذات نفسه معمول عربي. بس عامة ده مش هيعمل لنا مشكلة، يعني حاول تتماشى معانا السيشن دي. تمام، مفيش مشاكل، نشوفها بعدين، نشوف حل المشكلة دي بعدين، مفيش مشكلة. تمام، هاجي تاني هنا اضغط على ادبورد. تمام، بص هو في حاجة، انت القائمة دي بتتسحب، فاهمني؟ يعني انت ممكن تفك القائمة دي كده وتنقلها زي ما انت عاوز، عايز تجيبها هنا، عاوز تجيبها هنا، فاهمني؟ يعني لو انت متضرر ان القايمه جايه لك هنا ممكن تسحبها وتنقلها زي ما انت عاوز.
كل القوائم دي كده ممكن تسحب اي قائمه انت عاوزها وتحركها زي ما انت عاوز. تمام. طب تمام. الناس اللي كانت بتقول عندها مشكله، انا قلت هو هتسحبوا القائمه عادي لو هي على اليمين وانت عايزين تجيبوها على الشمال، هتسحبوها عادي وتحركوها اي قائمه في البرنامج ما عدا اللي هو المين تول بار اللي فوق ده. هاجي هنا اعمل بقى اد بارت. تمام. زي ما قلت عندي اختار مثلا كباستور الحاجه اللي هي معروفه او مكثف. هاجي هنا دي عباره عن لايبرري. جميل. اسحب دي كده على الصغر ده. دي جايبها لي منين؟ من المانجد فولدر ده اللي هو فيه اللايبريز عندي. تمام. قال لي موجوده في اللايبراري الخاصه بفيوجن الكترونكس، مش انا اول ما فتحت البرنامج هنا اقفل ليه، اول ما فتحت البرنامج في اللايبريز دي كده جيت على المانجد لايبريز لقيت هنا كذا لايبراري كده صح. في هنا لايبراري اسمها فيوجن الكترونكس او دي سب اوف لايبراريز او اللي هو ايه، فيها اكتر من لايبراري او سيت اوف لايبراريز يعني. تمام. هتلاقي فيها ايه، ادي كذا حاجه من ضمنهم الكاباستور. اللايبراري بتبقى اختصار، مش احنا قلنا الاسكيماتيك دوت اس سي اتش، هنا دي هتبقى اختصار دوت ال بي ار او لايبراري. تمام. يعني هم بيختصروها في كده، وهتلاقي معمول قدامها علامه خضراء اهي ان انا مستدعيها. ضغطت بالغلط، انا لغيت حاجه في السيركت بروتكشن دي. تمام. هاجي هنا تاني اد بارت واختار كاباستور. تمام. هلاقي في الكاباستور ده تحتيه كذا لايبرري تاني. الاول لما تيجي تبص فوق كده ده ايه؟ ده النيم. ده النيم حلو، اسم اللايبرري ذات نفسها. تحت اللايبراري يبقى في سب لايبراري او في سب كاتيجوريز، يعني انت هو عامل لك كده تحت كل اللايبراري ما فيهاش المانجد لايبراري. تمام. ما يجي البي سي بي دي، عشان انا قلت الناس اللي ما عندهاش لايبراريز يا جماعه هتيجي هنا، او ممكن تفتح زي ما انا فاتح اللي انا عامله ده. تمام. تعمل اد بورد وتيجي تعمل اوبن لايبراري مانجر حتى من هنا واجعل افيلابل اهو، واضيف كل اعمل كنترول ايه واضيف كل ايه المكونات اللي موجوده هنا دي. يعني لو اخترت دول كده بس عشان في اهو، واقول له مثلا نيوز، وهنا مثلا بيقول لي ايرور داونلودنج عشان انا قلت عندي مشكله نتورك اكسس از ديسيبلد عشان انا عندي فيرجنين، فهو عامل كونفليكت بين الاثنين. تمام. انتوا لما تعملوا يوز للحاجات دي هتنزل له، بس انا قلت عشان وقت السيشن حاليا مش شرط تعملوا الاوبشن ده حاليا. تمام. يبقى انا عندي الكاباستور او اللي هي اللايبرري اللي اسمها كاباستور، في تحتها سب لايبرريز ثانيه، في هنا في الديسكريبشن اهو الديسكريبشن بتاع اللايبرري كاتب لي ايه كاباستور، ودي جينيريك او اللي هو حاجه بشكل عام. تمام. كاتب لي هنا كاباستور بولارايزد، كاباستور بولارايزد نفس الكلام، بس هنا انسي ده اللي هو ستاندرد معين مثلا او كده. تمام. وما كاباستورز وما الى ذلك، يعني هو برضو فئه ثانيه. يعني لما تنزل تحت كده كاباستور اهو فئه ثانيه. طيب جوه السب لايبراري دي بقى فتحتها، يعني لما ضغطت على السهم ده كده فتح لي بقى ايه العناصر اللي هتعامل معاها. لو انتوا واخدين بالكم هنا ظاهر لي ده رمز المكثف اللي هو النون بولارايز ده اهو، لان انا دلوقتي على ايه كاباستور جينيريك صح. كل ما انا بقف على مكون كده في هنا علامه 3 دي، يعني تاني في هنا علامه صغيره اهي، العلامه دي معناها بيقول لك ان ده ليه 3 دي موديل. تمام. المفروض ان هو هنا يظهر في المكان، ما هو بيقول لي ايرور داونلودنج سب نيل ده، خلوه لكم يظهر دلوقتي.
طب عشان لسه شايف ان انا اوفلاين هقفل ده. لا سيفش دلوقتي، افتح تاني البرنامج. تمام افتح كده فيرست سيشن ادوارد. يعني على الكباستور تاني. تمام ظهر لي الشكل 3 دي اهو، كل ما انزل بقى على مكون هيظهر لي الشكل بتاعه. ده شكل المكثف مثلا متعارف عليه، مش بيجيب شكل الكومبوننت عشان هو يعني ممكن اللايبرري ذات نفسها ما تكونش نفس اللايبرري اللي موجوده هنا. انا قلت انا بعمل ابديت لللايبرريز اللي موجوده، فلازم تبقى محدثه اللايبرريز. تمام هيظهر لك هنا لو في لو في جنب لو في علامه 3 دي اللي هي الصغيره دي موجوده جنب المكون، المفروض يظهر لك شكل 3 دي. لو مفيش العلامه دي معناه ان هو ملوش 3 دي موديل اصلا. تمام يا شباب. طيب اما انا مثلا باجي اختار اي مكون من دول كده بيظهر لي هنا حاجه اسمها السيمبل اللي هو في المكان ده، وفي الجهه الثانيه دي بيبقى ظاهر لي ايه الفوت برينت. طيب ايه الفرق بين السيمبل وبين الفوت برينت؟ السيمبل ده اللي هو زي ما قلنا شكل المكون في الاسكيماتيك اللي انا ببقى عارفه، اللي هو شكل المكثف، المكثف اللي هو النون بولارايز او مكثف السيراميك، عباره عن بليتس او لوحين كده متوصلين بينهم هواء او بينهم ايه عازل، ده بيسيميوليت مثلا شكل المكثف. طيب في اللي اوت، اللي اوت بقى اللي هو اللي انا المفروض لما انا اجي استدعي ده في اللي اوت هيبقى بالشكل ده كده، عباره عن تو بادز اللي انا هبدا الحم عليهم ايه المكون. ما هو ده دلوقتي الشكل ده كده معناه ان هو حاجه من اتنين، لا اما تي اتش تي لا اما اس ام تي. بس الشكل ده اللون الاحمر ده معناه ان هو بيتثبت على التوب لاير او السطح، تمام اللي هو الطبقه اللي في السطح، يبقى ده كده ايه اس ام تي ما هواش تي اتش تي. طيب لو تي اتش تي او ثرو هول، خلينا مثلا نشوف حاجه زي كده، حاجه زي دي مثلا، هلاقي في فتحات اهي ومعمول فيها ثقب. تمام ثقب اهو وادي ثقب تاني، يبقى دول كده الايه اللي هو التي اتش تي. طيب يبقى انا كده عرفت الفرق بين الشكل المكثف، يعني ده مكثف هو بولارايز. تمام بقول لي ان المكثف البولارايز ده البوزيتيف بتاعه وده النيجاتيف، ولما انا اجي اوصلهم في الاسكيماتيك هيوصلهم لي بنفس التوصيله هناك في اللي اوت. يعني ده بقى الشكل اللي اوت ده، انا لما اروح هناك كل اللي هعمله اوصل مسارات النحاس بناء على التوصيل اللي انا وصلته في الاسكيماتيك. يعني لو انا كنت عامل حاجه غلط في الاسكيماتيك هتتنفذ لي غلط في اللي اوت، فلازم ابقى واخد بالي كويس جدا وانا بوصل المكونات في الاسكيماتيك. تمام هنا مشكله الايجل ان انت لو جيت هنا في تحت حاجه اسمها سيرش واتريبيوتس، لو انت جيت كده في السيرش ده ماشي اهو انا لسه هتكلم. والله السيرش ما بيطلعش نتائج صحيحه، السيرش ما بيطلعش نتائج صحيحه. يعني لو انا كتبت كده كاباسيتور حلو وقلت له انتر ممكن ما يجيبليش نتائج خالص. يعني هو دلوقتي جاب نتائج بس هو ممكن ما يجيبش نتائج خالص. تمام مع ان انا عندي في لايبرري اسمها كاباستور كانت موجوده في الاول، هو مثلا جابها لي هنا ايه. لا انا عشان اسيرش بشكل صحيح ممكن اروح جاي عامل دبل استريك كده واكتب بينهم كاباستور.
واقول له انتر. تمام كده، اي حاجه كانت جوه لايبراري او لايبراري ذات نفسها اسمها كباستور هيعرضها لي. تمام، يبقى دي مشكله السيرش بتحل ازاي؟ بضيف دبل استريك واكتب بينهم، معناها بقول له لو في حاجه قبل كلمه كباستور موجوده او حاجه بعد كلمه كباستور موجوده وانا مش واخد بالي منها اعرضها لي، يعني معناها ان اللايبرري اسمها بيحتوي على كلمه كباستور، او الاليمنت اللي جوه اللايبرري اسمه بيحتوي على كلمه كباستور، مش شرط تبقى كلمه كباستور بس. تمام، اهو نيجي هنا مثلا جاب لي ادي مجموعه مكونات اهي، كل دي مكثفات باشكال مختلفه وباحجام مختلفه. تمام، زي ما قلنا ده الشكل السرهول اللي انا ببقى اعمل له فتحات تثبيت عشان اقدر اثبته، والجهه اللي بيتركب عليها المكون مش هي نفس الجهه اللي بيتلحم عليها. اما النوع الثاني اللي هو ده بيبقى اس ام تي، والمكون ذات نفسه بنقول عليه اس ام دي او سيرفيس ماونت ديفايس. تمام، يعني انت لما تروح تشتري بتقول له عايز مكثفات اس ام دي بمقاس كذا مثلا. تمام، يعني ده لو انتوا اخدتوا بالكم هتلاقي مكتوب جنبه كود كده يو اس سي 0603 وتحته 0805، ده المقاس بتاعه في الاس ام دي. لا مش بتديبند على الكومبوننت ديسكريبشن بقى، هي بتجيب اي حاجه خاصه بالمكون فيها يعني فيها الدارت من النيم ذات نفسه، فاهمني؟ يعني لو انت مسمي الاسم المكون في جزء يحتوي على كاباستور او الاتريبيوت بتاعه او الديسكريبشن في جزء من الاسم هيجيبه لك برضه. تمام، تمام زي ما قلت ادي عندي هنا في الديسكريبشن اهو كاتب لي هنا ده ايه، ده مكثف سي 0805 المقاس بتاعه مثلا 0805، المكثف ده المقاس بتاعه 0805 كي. اما اجي هنا المكثفات السيراميكي بيقول المكثفات اللي هو البولارايز، شكل المكثف البولارايز ده اهو، واكتب لي هنا المقاس بتاعه 108 في 268 كده. بس كل الاسماء الانواع اللي عندي ماشي. ما هو انا قلت والله عشان انا عندي لايبريز غير اللي عندكم يا شباب. يعني بصوا انا مثلا اللايبرري اللي انا فاتحها دي اسمها ادا كوي. تمام، هتلاقوا تحتها السي يو اس، وهتلاقوا في لايبريز ثانيه. يعني مثلا خلينا في الكباستور اللي انا فتحتها في البدايه عشان الناس ما تبقاش مشتته، هل دي عند الناس كلها؟ شباب طيب قولوا لي ايه اللي موجود عندكم؟ يعني انتوا ما عملتوا سيرش على كاباستور بين دبل استريك كده ظهر لكم ايه؟ اول لايبرري. يعني انا لما تيجي كده اول حاجه فوق كده ظهر لكم ايه؟ انا اقفل دول كده. طب ظهر لكم ار سي ال تريم كباستور، ماشي كباستور ويز ار سي ال. طيب بصوا ار سي ال دي هي في الايجل بي سي بي. تمام، دي هتلاقيها عند كل الناس، يعني دي اصلا اللي بتبقى نازله في البرنامج اهي، مكتوب ار سي ال اهي. طيب دي كده موجوده عند الناس كلها ار سي ال شباب. بس اول سيشن كده الناس لسه بتتعرف على اللايبرز بتاعت البرنامج، بعد كده ما حدش هيضطر اصلا ان هو يسالني ايه اللايبراري اجيبها منين او اسمها ايه والكلام ده، انت تبقى عارف منين اروح اجيب اللايبراري اصلا لو هي مش موجوده او ازاي كريت. تمام، طيب جوه ار سي ال هتلاقي فيه الار سي ال دي اختصار لايه؟
الار اختصار للريزيستور، السي اختصار للكاباستورز، ال اختصار للاندكتورز او الكويلز. تمام، هتيجي تلاقي جوه كده في السي يو اس كاتب لي ان دي خاصه بالكاباستورز عشان انا عامل سيرش على الكاباستور بس، فجايب لي كل ما يخص الكاباستور. اهو لو انا مثلا جيت اشوف المكونات، ادي شكل مكثفات اهي، ده مكثف مثلا سيراميكي، مكثف سيراميكي ليه اللون الاخضر ده زي ما قلت معناه ان فيه ثقوب. تمام، اما اللون الاحمر معناه ان هو تثبيت سطحي او بيتثبت على اللاير اللي هي في السطح. تمام، او اللاير اللي فوق. ما انا عندي دلوقتي النحاس قلت ممكن تبقى سنجل لاير او دبل لاير. لو دبل لاير بستخدم اللي هو سواء النوع ده او الثرو هول، مع العلم ان انا لو استخدمت الثرو هول هبقى رابط بين الدبل لاير مع بعض. تمام، اما السيرفيس ماونت او الاس ام تي او السيرفيس ماونت ديفايسز ار سي ال، زي مش انت قلت عندك الايجل بي سي بي. طب كلمه كاباستور مكتوبه صحيحه؟ يعني دبل استريك كده بينهم كلمه كاباستور. طيب هنحل المشكله دي في اخر السيشن. تمام، خليك معانا لاخر السيشن، وان شاء الله بعد ما اخلص هنحل المشكله دي. طب لك اللايبريز كلها، ننزل لك اللي نعمل ابديت لللايبريز كلها اللي موجوده، بحيث ما يبقاش في مشكله من السيشن الايه من الجاي، والتاسك اللي هيتطلب يتعمل يعني. تمام، يبقى انا كده يا شباب زي ما قلت، في حق عندي حاجتين عشان الناس لما تيجي تختار بيبقى ظاهر لك هنا السيمبل وهنا اللي اوت. مهم جدا 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 وانت بتختار اللي اوت ان هو يكون ايه على حسب ما انت محتاج. بقى محتاجه اس ام تي هيبقى اللون بتاعه هنا احمر، لو محتاجه ثرو هول هيبقى لونه هنا ايه اخضر. تمام، ده بالنسبه للكاباستورز. اي مكون بقى نفس الكلام، لو مكون تثبيت سطحي زي ما قلت هيبقى شكله احمر، ومكون تثبيت بين اكتر من لاير او ثرو هول هيبقى اللون بتاعه ايه اخضر. انا بكرر في الكلمه دي تاني عشان دي اللي هنشتغل بيها السيشنات اللي جايه كلها، عشان ما يجيش حد يقول لي طب احنا ليه بنختار اللون الاخضر، ليه ما بنختارش اللون الاحمر مثلا، وهكذا. ده بالنسبه للكباستور. لو انا جيت مسحت كده وضغطت انتر هيجيب لي ايه؟ هيرجع لي اللايبريز كلها تاني زي ما كانت. تمام، رجع لي كل اللايبريز تاني. انا بقى يعني انا كعماد بفضل لايبريز ايه تستخدمها؟ لو انت كتبت حرف اس كده وفضلت تضغط اس هيفضل ينزل معاك. لو انت نزلت اللايبريز كلها هتلاقي شركه اسمها سبارك فان، تمام، منزله سيت اوف لايبريز كده لكل حاجه. يعني هم الكترونيك سبلاير وفي نفس الوقت منزلين ايه لايبريز خاصه بيهم. ليه بقول لك انا بفضل اللايبريز دي؟ لان دي اللي انا بستخدمها في الشغل، المكونات اللي فيها بالحجم الريال، مش هتحتاج بقى تبقى منزل مثلا المكون وانت مش متاكد طب هو ده اللي هيبقى نفس الحجم اللي انا هروح اشتريه ولا لا، طب نفس المقاس ولا لا، طب هلاقي فيه مشكله ولا هيبقى صح ولا بعمل ايه، وهكذا. يعني انت هتيجي هنا هتلاقي سبارك فان باتريز، سبارك فان بورد، هما بس عاملين موديولز معينه او بورد هتلاقيها موجوده هنا، كاباستورز، كلوكس، كويلز، كونكتورز، هتلاقي الكونكتورز باشكالها المختلفه، ديسكريت سيمي كوندكتورز، ديسبلايز، الشاشات هتلاقيها برضو موجوده، الكتروميكانيكال زي ريلي والحاجات دي، الفيوز، الجي بي اس هتلاقي برضو الموديول موجود، او الاي سي اللي موجوده على الموديول، سبارك فان هاردوير، امبليفايرز، كونفرجن لوجيك، ميموري، وهكذا، مايكرو كنترولر، باور، هتلاقي سبارك فان ريزيستور، تمام، سبارك فان ال اي ديز، سبارك فان جامبر. طيب خلينا ناخد كده مثال بسيط في البدايه. احنا هنعمل للدايه بمقاومه بسويتش، تمام، او للدايه بمقاومه بسويتش بكونكتور للباور. يبقى انا اول حاجه محتاجها ممكن اعمل ديزاين لبي سي بي والكومبوننت ما تبقاش على مقاسها لو انا ما خدتش بالي من المكونات انها احجامها صحيح، لان كون ان فيه، مش انا قلت ان لما جم يعملوا الاس ام دي او الاس ام تي تكنولوجي اتفقوا على ستاندرد واحد، فانا لما بقيت اجي انزل المكونات
بقيت عايز ابقى عارف المكون اللي انا بستخدمه مقاسه كام، 0805 ولا 1206 ولا 0603 اللي هو مقاس المكون ذات نفسه. او انما في على النقيض الاخر في الدي اتش تي ما كانش ليه ستاندرد، لان كل شركه بتنزل مكونات الكترونيه بدات تنزل ايه حاجه خاصه بيها، هم عايزين يبقوا منفردين في المجال بتاعهم وهكذا، فما بقاش في ستاندرد في الدي اتش تي. فاول حاجه مثلا هننزلها اللي هو الكونكتور. انتوا يا شباب لما تيجي تابديت اللايبريز او تيجي من الاوبن لايبرري مانجر كده ممكن تروح تختار سبارك فان لايبريز بس، يعني كل اللي يبقى ظاهر قدامك في اللايبريز هنا هي اللايبريز الخاصه بسبارك فان. فانا هاجي على سبارك فان كونكتورز دي، تمام. لو انا جيت كده على اول واحد من دول هنا ظاهر لي ايه؟ هذا شكل السيمبل وهنا شكل اللاي اوت. وليكن مثلا انا مش عارف انا محتاج ايه، هتفضل تنزل بالسهم كده وتتعرف على اشكال الايه المكونات. عايز تفتح لايبرري ممكن تضغط سهم اي بي وهكذا، تفضل تنزل. طيب انا عارف مثلا انا محتاج ايه، انا محتاج كونكتور يكون ليه طرفين او بين هيدر يكون ليه طرفين. هتلاقي هنا في كونكت او سي او ان ان سلاش او اندر سكول 02، تمام. هتيجي على اول واحده دي، دي عباره عن ايه؟ ده شكل كده الفوت برنت دي بتاعت بين هيدر طرفين، البين هيدر اللي احنا كنا شفناه المره اللي فاتت. الناس اللي يعني الناس ما كانتش حاضره السيشن اللي فات، اما تشوفوا البرزنتيشن هتعرفوا البين هيدر ده اللي هو ايه، تمام. او لما السيشن اللي اتسجلت المره اللي فاتت عشان الناس اللي فايتها حاجه، ده اللي هو البين هيدر. البين هيدر ده عباره عن طرفين معدن اللي انا هقدر اوصل عليهم ايه او اعمل كونكشن، تمام. طيب في ايه تاني؟ في حاجه زي كده، ده شكل تاني للبين هيدر بس ده بيبقى جاك بيركب فيه كاب، تمام. شكل تالت اللي يبقى ده كده، ايه الفرق بينه وبين التاني؟ الناس اللي مركزه ده ايه الفرق بينه وبين الاخضر اللي كان هنا ده؟ اس ام دي، جميل. لا مش تي اتش تي، التي اتش تي اللي هو الاخضر واحد بيركب من فوق ماشي، الاس ام تي اللي هو الاحمر يا شباب، اما التي اتش تي اللي هو الاخضر. طيب الفريم الاصفر اللي بره ده معناه ايه؟ الفريم الاصفر ده بيقول لي في اللي اوت الحجم ده كده هيبقى الكونكتور راكب في اللي هو ايه؟ في الفريم الداخلي ده، يعني مقاس ده هيبقى مقاس الكونكتور ذات نفسه، تمام؟ تمام يا محمد. اما ده الاس ام تي وهكذا. لو انا فضلت انزل كده هلاقي اشكال من الكونكتورز المختلفه. انا طبعا مش هقول لكم ان اللي هو ايه ان انا لا انا انتوا ازاي مش عارفين الحاجات دي، لا. هو انا برضو لما دخلت كنت بعاني في الاول في البرنامج ان انا محتاج ابقى عارف اشكال المكونات الريال ذات نفسها او مقاساتها، لحد بعد كده اللي هو ايه بقيت لما اجي ادخل اعمل تصميم لو المكون مش موجود بضطر اروح اجيب اللايبراري بتاعته. انا بروح كده سيرش، انت مثلا وليكن انت دخلت تدور على لايبراري معينه ما لقيتهاش، تروح جاي فاتح كده جوجل كروم، انا عشان انا فاتح شاشتين. وهقول له مثلا تيرمينال بلوك، يجي اللايبراري مثلا. تمام، ظهر لي ايه؟ ادي النتائج اللي ظهرت كلها. ممكن تجيب من اللي هو الدي اي واي موديولز دي هتلاقي كل ما يخص الايجل عليها، او من سناب اي دي اي. سناب اي دي اي ممكن الاقي كده على طول، هقول سناب اي دي اي. سناب اي دي اي ده برضه يا شباب تحملوا من عليه اللايبريز والاشكال ال 3 دي. يعني انت مثلا مش احنا قلنا دلوقتي اللايبراري بيبقى فيها ثلاث حاجات،
الشكل ال 3 دي لو موجود او مش موجود، والمكون ذات نفسه بتاعك الاسكيماتيك بتاعه يكون بشكل صحيح. الاسكيماتيك مش هيهمني قوي ان هو يكون مترتب بشكل صحيح قد ما يكون ان هو مربوط بشكل صحيح مع اللاي اوت. تمام، يبقى انا لو جيت كده قلت له تيرمينال بلوك وعملت سيرش، هيجيب لك اي حاجه ليها علاقه بالاسم ده بالشكل الريال بتاعه. تمام، يعني هنا ما فيش مثلا عنده غير ايه، حاجه اسمها بلوك تيرمينال بلوك. جيت مثلا قلت له بن هيدر، تمام ده شكل البين هيدر اهو، ده مثلا كام طرف، 1 2 3 4 6 اطراف. كاتب لي هنا ان الداتا شيت بتاعته موجوده، وان السيمبل افيلابل، وان الفوت برينت موجوده، وان الشكل ال 3 دي موديل بتاعه ايه موجود. تمام، وهكذا، واشكال مختلفه منه بقى. لو احنا دخلنا مثلا على ده اللي هو احنا قلنا ان ده حوالي 6 اطراف، اضغط عليه كده، تمام كاتب لي ده ايه اللي هو من اول ده طرف واحد. انت ممكن تختار بقى الشكل بتاعه اللي انت محتاجه. تمام، طيب ده هنا بيقول لي ده الشكل الاسكيماتيك، وده شكل الفوت برينت. في هنا حاجه اسمها 3 دي موديل، ممكن تيجي تعمل داونلود لل 3 دي موديل هنا، هو لسه هتلاقيه بيحمل، لان دي زي اكنهم بيعملوا محاكاه كده البرنامج زي السوليد او ايا يكن البرامج اللي بتاعت كاد موديلز اونلاين. انت اصلا لما بتفتح صفحه 3 دي موديل دي، المتصفح بالنسبه لك يعني اللي هو بيقف. تمام، فانت ممكن تيجي كده هنا وليكن انت عاجبك مثلا السيمبل ده، ممكن تقول له عايز اعمل داونلود للسيمبل والفوت برينت، هيقول لك محتاج لانهي برنامج كاد. هتلاقي كل البرامج من اول الالتيم، سيركت ستوديو، ديب تراك، ايجل، اكسبريس بي سي بي، وهكذا، فيوجن 360. فليكن مثلا احنا نقول له احنا عايزينه ايجل، تمام. هو هنا جالي في الشاشه الثانيه، اقول له داونلود. طيب اقفل بقى دي كده، وليكن انا مثلا نزلت عايز اجي اعمل هنا اوبن لايبراري مانجر، ممكن اجي اعمل براوز كده واروح مكان ما نزلته على الديسكتوب اللي هو ام تي ام ام ده، واقول له اوبن. تمام، هو كده ايه قال لي ادد وان لايبراري اتضاف. اول ما اقفل دي اللايبراري بتعمل ابديت لوحدها. تمام اهو، هاجي انا اكتب حرف ام كده، يعني انا ضغطت على اي على اسم اي مكون من دول وبكتب حرف ام، هيفضل ينزلني ايه تحت اهو، ادي ام تي ام ام. انا فتحت ده كده هلاقي فيه مكون واحد، ادي الشكل بتاعه في الاسكيماتيك، وادي الشكل بتاعه في اللي اوت. وليكن خلينا نستخدم ده مثلا، هننزل اقول له اوكي، ادي اول سيمبل. ممكن وانا ماسك السيمبل ده، انا طول ما انا دلوقتي يعني مجرد ما بضغط اوكي هو بيفضل ماسك ايه الماوس، بيفضل ماسك المكون. لو انا جيت عملت كده كليك يمين، المكون هيفضل ايه يعمل روتيت معايا. تمام، واخدين بالكم انا لسه ما ضغطتش كليك شمال، يعني كليك يمين دلوقتي المكون بيعمل ايه روتيت. ولكن هنزل اول كونكتور كده، ده بقى ثابت اهو، عايز انا لسه المكون لسه معايا، محتاج انزل كمان واحد، هنزل مثلا في المكان ده او اجي هنا واعمل روتيت مثلا الشكل ده، ونزلت كمان مكون عايز اسيبه بقى، اضغط سكيب
كده ايه قفلت المكون اللي انا كنت جايبه. اروح تاني على سبارك فان، هاجي بقى على سبارك فان ايه المره دي ريزيستور بقى، انا محتاج انزل مقاومه وليد او سبارك فان سويتش مثلا. ده شكل ايه سويتشات مختلفه، ده اللي هو الديب سويتش. تمام، تلاقي بقى اشكال مختلفه من السويتشات. ده مثلا سويتش اللي هو الاربعه طرف، تمام، وده الابعاد الريال بتاعته. هتلاقي في المومنتري سويتش جوه سبارك فان سويتشز حاجه اسمها ايه مومنتري سويتش، هتلاقي تحتها اول مقاوم، اقول له اوكي واجي احطه مثلا هنا كده. طيب لو انا جيت عملت موف كده ومسكت المكون ده وحركته، واخدين بالكم عمل ايه؟ عمل كونكت، لان انا لما جيت انزلهم نزلتهم الاثنين جنب بعض. يبقى انا دلوقتي عمل لي نت اهو ووصل الاثنين ببعض. تمام، باقي لي كده ايه ليد ومقاوم. هاجي اختار سبارك فان ال اي دي اهي، تحتها تاني في لايبر اسمها ال اي دي عشان اشوف هي اللايبر دي الوحيده اللي هي مكتوب جنبها جنريك كده. هتلاقي جواها المقاسات بتاعت الليدات، يعني هنا ليد مكتوب ليد 3 مللي ودي ليد 5 مللي وهنا ليد 10 مللي لو انت عايز حاجه كبيره. خلينا مثلا في المقاس ال 3 مللي واقول له اوكي. ده شكل الليد، هاجي مثلا اوصل احط الليد هنا كده. مجرد ما انا حطيتها هنا كده، يعني انا حطيتها اهو اتوصلت بايه بالكونكتور الاخير ده. يعني انا لو حطيت، انا عايز اوريك اهو ال دي كده، لو انا جيت عملت ديليت لده خلاص ما هوش متوصلين مع بعض. لو انا جيت تاني قربتهم من بعض كده وكنت احرك بقى ايه حصل كونكشن بينهم. تمام، باقي لي الريزيستور، هاجي هنا كده على سبارك فان ريزيستور، هلاقي فيه مقاومات بقيم، يعني 1 من 10 اوم، 3 من 10 اوم، 1 كيلو. لو انت قعدت تدور هنا يعني هتضيع وقت كتير. ممكن تيجي كده تنزل تحت خالص هتلاقي في حاجه اسمها ريزيستور وكاتب لك جنبها جينيريك ريزيستور باكج، دي جنرال. هتيجي هنا تختار انت محتاج مقاومه اس ام دي بمقاس 0402 ولا 0603 ولا 08 05 اللي هي المقاسات المكتوبه هنا 1206، ولا محتاج الاكسيال كيت اللي هي بالشكل ده اللي هي الدي اتش تي. هقول له اه انا محتاج دي. طب ايه الفرق بين دي وبين اللي تحتها؟ ان اللي تحتها هتلاقيها بقت اعرض ومقاسها صغير، يعني دي المقاس ده اصغر من اللي فوق. تمام، ده اللي هو مقاس المقاومه الطبيعي. حتى هو كاتب لك هنا دي ايه دي الربع واط كومنلي يوزد في الربع واط. تمام، البيتش دي اللي هي المقاس او المسافه بين كل نقطتين من دول، يعني دي النقطه الاولى ودي النقطه الثانيه المسافه بينهم اللي هي 3 من 10 انش. تمام، فاجي هنا اقول له اوكي واخترت ايه ادي المقاومه. ممكن احطها كده هنا وممكن احطها هنا كده، خلينا نحطها بعيد عنهم الاثنين عشان نستخدم الامر المره دي اللي هو ايه نت. تمام، اخترت امر نت، هاجي هنا كده عايز اوريك اول ما بقرب من نقطه اقدر اوصل فيها بيظهر لي ايه دايره كده حواليها ان انا فعلا اقدر اعمل كونكشن هنا. اروح جاي ضاغط بقى معايا ايه واير اهو، الواير ده كونكتور كهربي بوصل بيه بين المكونات، لكن هو حتى الان مش مسار نحاسي، هيبقى مسار نحاسي فين في اللي اوت. هاجي هنا كده اروح جاي موصل ايه النت دي بطرف المقاومه الاول. طيب الطرف الثاني اروح جاي هنا برضو على المقاومه ضاغط واسحب، انا مجرد ما بتحرك بالماوس هو بيفضل معايا لحد ما اضغط اهو كده بقى ايه متوصلين مع بعض. طيب محتاج اسمي الاطراف دي بقى، اجي من هنا على نيم اروح اضغط على الكونكتور الاول، قال لي ان اسمه جي 1، ممكن اقول له سميه له ايه بوزيتيف 5 فولت مثلا. تمام، واجي على الكونكتور الثاني مجرد ما بضغط بس على الايه في هنا سنتر لكل مكون، يعني انا لو جيت هنا عملت نيم وضغطت في اي مكان تاني مش هيقبل،
لازم اضغط على السنتر ده، انا سويت له بوست في 5 فولت تمام. هاجي هنا نفس الكلام على السويتش، هقول له اون اوف سويتش او اون اوف تمام. هقول لك ايه الكلام التاني اللي ظاهر ده دلوقتي. المقاومه دي مثلا هقول له انا عايزها اسمها ار واحد ماشي، ده برضو هنسميها ال اي دي. هاجي هنا على ده هقول له سميهولي الجراوند او النيجاتيف تمام. طيب باقي ايه؟ لو انا عايز ادي فاليو بقى ممكن اجي هنا اختار فاليو، هو هنا باي ديفولت مدي له فاليو ايه؟ اسم اللايبراري. لو انا جيت ضغطت على ده كده بيقول لي هاز نو يوزر ديفاينبل فاليو، يعني هو ملوش قيمه محدده قبل كده. يعني طب انت عايز، هو اليوزر البرنامج ذات نفسه كاري باي ديفولت اسم، هل انت عايز تغيره؟ هقول له اي اللي هو الام تي ام ده، هقول له مثلا مش عايز فاليو خالص هنا لان ده مش حاجه يبقى ليها فاليو تمام. نفس الكلام مع السويتش، هقول له ايوه عايز اغيره، احذف لي الفاليو دي وهقول له اوكي. هنا على المقاومه دي بيقول لي مالهاش قيمه، عايز تعملها في يس خليها مثلا 220 اوم مثلا تمام. ال LED دي اخلي الفاليو بتاعتها مثلا ريد LED 3 مللي تمام. والكونكتور ده غير الفاليو بتاعته واقول له اوكي. حتى الان يا شباب في اي مشكله؟ يعني انا كل اللي نزلته دلوقتي، نزلت 2 كونكتور، نزلت سويتش، نزلت مقاومه، ونزلت ليد، وصلت بينهم. باقي الناس في حد عنده مشكله؟ في رسمة للجراوند سيمبلز هتحتاجها بعدين كجرافيكال، هي رسمة مجرد انها توضيح. يعني هو دلوقتي كان بيسأل في رسمة للجراوند، انا ممكن اجي من هنا كده اعمل اد بارت عادي. لو انت طلعت فوق خالص كده حرف الاس شايف ده بص شايف هنا في حاجه اسمها سبلاي 1 وسبلاي 2، كاتب لك هنا ايه سبلاي سيمبل. ممكن تيجي هنا تلاقي بقى بوزيتيف 3 و3، بوزيتيف 5، بوزيتيف 12. هي دي برضو مجرد كونكتور، يعني هي اسماء بس، لكن في اللاي اوت مش هتبقى ظاهره معاك في حاجه فاهمني. انت ممكن تسمي ده 0 فولت مثلا، ادي الجراوند، جراوند ايه، وهكذا الاشكال اللي هي الكهربائيه اللي انت متعرف عليها. هو جميل، يعني هو برضو اتكلم على نقطه مهمه. فوليكن مثلا عايزين نخلي نوصل ده بوزيتيف 5 فولت، هاجي اقول له اوكي اهو ووصل لي المكان ده كده، اهو هنحطه هنا كده اهو، واجي هنا اسحب من الكونكتور ده للبوينت دي، بيقول لي عايز توصل اللي هو، واخدين بالكم بقى هنا ايه النت واخده نت دولار ساين 1، يعني النت دي اسمها كده دلوقتي دولار ساين 1. بيقول لي عايز توصلها بالبوزيتيف 5 فولت، هقول له ايه يس كده بقت متوصله ايه بالبوزيتيف 5 فولت. يعني لو انا جيت احط اي مكان تاني في هنا اسمه بوزيتيف 5 فولت، باي ديفولت هيروح جاي موصلهم لي ايه ببعض تمام. اجي هنا تاني سيمبل اختار مثلا ايه 0 فولت او جراوند واقول له اوكي. انا بعمل روتيت دلوقتي بالماوس اهو يمين وشمال زي ما انا عاوز. هاجي اروح جاي حاطط مثلا السيمبل ده كده هنا، واجي من امر نت واروح جاي موصل ده في دي، بيقول لي عايز توصل النت دولار ساين 2 بالزيرو فولت، هقول له يس كده بقت ايه. هو بيتكلم ان انا دلوقتي عايز الشكل بتاعي يبقى كهربي لما حد يشوف الدايره يفهمها تمام. هو احنا برضه هي هنا ظاهره ايه، لو قرا ان ده بوزيتيف 5 فولت وده جراوند هيعرف ان الكهرباء هتمشي من هنا كده للجراوند. ف
تمام. في أي مشكلة لحد دلوقتي؟ تمام. طيب انا حتى الان كده انا خلصت الايه السكيماتيك. لو انا محتاج مثلا انزل دول كده او اظبط، هروح جاي عامل كده جروب لدول اهو، اروح جاي اعمل موف واجي هنا بعيد عنهم اهو، لان انا عم مختار جروب، كليك يمين وهقول له موف جروب. تمام تمام الخطوه دي. بعد كده خلصت انا الاسكيماتيك اهو، هاجي هنا بقى اروح جاي اعمل ايه، جنريت او سويتش تو بورد. لا ما فيش سيميوليشن هنا، فاهمني؟ يعني ده انا قلت لك سيميوليشن هنا مش قد كده. المفروض ان انت اصلا بتسيميليت بره، لان احنا مش مستخدمين اي سبيس موديل هنا خالص. سيميوليشن بيبقى على اي سوفت وير بره، زي مثلا البروتس او الكلام ده. تمام هاجي هنا كده اعمل جنريت او سويتش تو بورد، خطوة مهمة، جنريت او سويتش تو بورد. انا هتنقل بقى من الاسكيماتيك للايه؟ للاي اوت او للبورد. بيقول لي هنا مفيش بورد معمولة قبل كده، اكريت فروم الاسكيماتيك ده، اقول له يس. عايزك تركز بقى في حاجة كده، واخدين بالكم ان في ادي المساحة اللي بره الرمادي اللي هي او الاسود الفاتح دي، وفي هنا اسود غامق ومستطيل كده حواليه لون زي ذهبي كده. ولو انا عملت زوم هتلاقي فيه ايه؟ المكونات اللي انا نزلتها، وفي مسارات صفرة كده بينها. تمام؟ لو انا جيت احرك اي مكون كده هلاقيه بيتحرك معايا عادي، هو ممكن اعمل له روتيت. تمام؟ محتاج احرك مثلا الكونكتور ده هلاقيه بيتحرك عادي، محتاج احرك مثلا الكونكتور ده الاقيه بيتحرك عادي. تمام يبقى دي ايه المكونات اللي انا نزلتها وجايه متوصل بينها. في برامج تانية لا، انت بتضطر بقى تنزل المكونات دي تاني، زي البروتاس مثلا بتضطر تنزل المكونات دي تاني في لما بتيجي تعمل بي سي بي عشان تبدا توصل بينها، ودي بتبقى ازمه، بتبقى مشكله. انت قعدت توصل في السكيماتيك وتظبط براحتك، ترجع تاني في اللي اوت تعمل اساين للمكونات كلها تاني من الاول وجديد. تمام. طيب ايه بقى المساحه اللي هنا دي؟ المساحه اللي هنا دي او الفريم اللي هو الذهبي ده، ده اللي المفروض مساحه البورده بتاعتك اللي هي دايره البي سي بي. طيب انا مش محتاج المسافه دي كلها، او محتاج شكل خاص بيه، ممكن تيجي هنا كده تروح جاي عامل سيلكت ده كله، تروح جاي اعمل له ديليت. تمام بقت كل دي مساحه ايه؟ البورد. بعد كده هنرسم حاجه خاصه بينا احنا دلوقتي. طيب خلينا نشرح بقى التولز اللي موجوده هنا، اللي موجوده هنا بقى في الشريط ده، نفس الحاجات اللي شفناها هنا. الانفورميشن الشو بيظهر لي لو انا مثلا محتاج اظهر مكون فلاني او حاجه نت مثلا فلانيه اسمها 5 فولت، اي حاجه اسمها 5 فولت هيظهرها لي ايه؟ يعمل عليها هايلايت كده. تمام ميرور زي ما قلت بتعمل فليب للمكونات او تنقلها من لاير للاير تانية. موف بتحرك حاجه من مكان لمكان تاني. اللاين دي مهمه جدا، ان انا ممكن اجي اختار دول كده واقول له اعمل لي اللاين بينهم او خليهم على محاذاه، اقول له مثلا خلي السنتر بتاعهم كده، خلي لي ايه السنتر ده بقى مع السنتر بتاع ايه الليد اللي موجوده هنا دي. تمام او هو خلى لي السنتر دلوقتي بتاع الاسماء بتاعتهم. انا عشان احل دي اهو باجي هنا اختار دول، لان في سنترين يا شباب، في سنتر بتاع الاسم ذات نفسه اللي هو الاسم اللي فوق ده كده، وفي سنتر بتاع المكون ذات نفسه، وفي سنتر بتاع الفاليو ذات نفسها. فانا ممكن اجي اسحب الفاليو دي كده زي ما انا عاوز واخليها مثلا فوق هنا كده، واختار اقول له اختار لي دول من هنا من جروب اهي، ورحت جاي ساحب كده اخترت المكونات اللي انا محتاجها وقلت له اعمل لي بينهم الاين، وخلي لي الالاينمنت ده يبقى ايه سنتر فيرتيكال. تمام المشكله دي هنحل المشكله دي دلوقتي. انتوا واخدين بالكم في حاجه، اقل حاجه بقدر اتحركها
يعني لو انا ظهرت الجريد عشان نظهر تبقى متخيله الفيو جريد، شايفين اقل مربع قد ايه؟ المربع الواحد 50 مللي او 50 مايل، مش 50 مللي، دي وحده قياس تانية خالص غير الانش كمان. طيب انا قلت بقى انا هنا في اللاي اوت ممكن اعدل بقى ايه الجريد زي ما انا عاوز، فاجي هنا كده فيو جريد واقول له خلي لي الجريد بالمليمتر وخليه لي as fine as you can. يعني انا هقول له مثلا خليه 25 من 1000 مليمتر، يعني المربع الواحد يبقى 25 من 1000 مليمتر في 25 من 1000 ايه مليمتر. لو انا ضغطت اوكي ركز كده مع المربعات اللي هنا دي، كل ما اعمل زوم كده بص اصغر مربع بقى قد ايه. يبقى انا لو جيت كده اعمل الاين تاني المره دي هيعمل لي الاينمنت بشكل ايه صحيح. تاني تمام، خد بالك انا لو بحرك دلوقتي قدرت اتحرك اهو زي ما انا عاوز، يعني انا ممكن اتحرك كده لحد ما الخط يبقى لايند معاه اهو. تمام، ده بالنسبه ايه ان انا خليت اما اعمل كده فيو جريد وعملت له اون ظهرت الجريد. الخطوه دي بتعملها كل مره لان باي ديفولت البرنامج بيخلي لك الفاليو بتاعتك او السايز ده اللي هو الباي ديفولت اللي هو بقى 50 مايل، وفي الناحيه الثانيه في الاسكيماتيك بيبقى 1 من 10 انش. تمام، الاسكيماتيك زي ما اتفقنا ممكن تغيره بالملي بس ما تغيرش الجريت اللي بيبقى معمول لك لان هيقرفك وانت بتوصل، انما هنا في اللاي اوت لا عادي بقى انت ممكن تخلي الموضوع از فاين از يو كان عشان تقدر تتحرك براحتك. تمام، واقول له اوكي. طيب يبقى احنا كده الروتيت والالاين والميرور والكلام ده عملناه. طيب الكوبي والبيست نفس الكلام، ديليت الشينج هنشرحها لما نحتاج، يعني خلي الشينج برضو لحد دلوقتي مش هنحتاجها دلوقتي. ريب اب دي لو انا رسمت مسار نحاس وعايز امسحه، مفيش ما ينفعش اعمل ديليت لمسار نحاس. ديليت دي معناها ان انا بقول له حاجه موجوده، حاجه موجوده مش هتاثر على التصميم وعايز امسحها ممكن اختار ديليت، انما هنا اي حاجه همسحها هتاثر على التصميم. يبقى لو مسار نحاس بمسحه بعمل له ريب اب. تمام، فان اوت دي مش هستخدمها غير لما يكون في حاجه لها رجول كتير او كده اللي هي خاصه بالمكونات الاس ام بي او الاف او البي جي اي اللي هو البول جريد اري، ده حاجه ادفانسد شويه. تمام، فلو يعني اتكلمنا عنها ابقى اوريك تستخدم ازاي. تمام، الاوتر اوتر ده انا هنا عندي ده اسمه ايه راوت اير واير. راوت اير واير ده هتلاقي فيه سهم صغير جنبه كده لما تضغط عليه هيجيب لك كذا اوبشن تاني، اما ان انت تعمل راوت اير واير اللي هو العادي خالص، راوت مالتيبل اير واير ده لما تبقى مثلا شغال على اي سيهات كبيره، الاي سي مثلا 100 رجل او 200 رجل ممكن توصل 25 رجل مع بعض مره واحده، يعني توصل 25 تراك بضغطه واحده بس. تمام، او راوت راوت ديفرنشال بير ده بقى في الكوميونيكيشن، ان انا ممكن اخد تراكين افضل ماشي بيهم مع بعض، محتاج مثلا ايه الديفرنشال ده محتاج الطول بتاعهم يبقى واحد. تمام، كويك راوت اير واير ده ممكن اختاره انا مثلا، يعني مثلا سبيل المثال اخترت كويك راوت اير واير، مجرد ما انا هضغط على الخط ده اسمه اير واير، عمل لي ايه وصله لي، ضغطت بس ضغطه كده. تمام، طب انا عايز اعمل كنترول زد، انا مش عايز ايه مش عايزه يوصله لي كده، ممكن اجي اعمل هنا ايه تاني في كويك راوت سيجنال. كويك راوت سيجنال دي بقى اي حاجه بنفس الاسم معناها سيجنال، السيجنال دي يعني ال 5 فولت مثلا، 5 فولت ده يعتبر سيجنال. اي تراك في البورده او اي مسار نحاسي اسمه 5 فولت، لو انا قلت له كويك راوت سيجنال ورحت على المسار ده وقلت له وصله هيوصل لي اي حاجه 5 فولت في الدايره. تمام، ده كويك راوت سيجنال. كويك راوت مالتيبل اير واير نفس الكلام، هي زيها زي الراوت مالتيبل اير واير بس الراوت اللي فوق ده كله ده بيبقى يدوي، انما كويك ده البرنامج هو اللي بيعمله. تمام، ري راوت ا ديفايس اور سيجنال ده اكنه بيعمل لك كده ايه ده، واللي تحته ان هو بيعمل لك سموزنج للسيجنال، يعني انت وصلت مسار نحاسي وعاوزه يحسن لك في ادائه. تمام، او يعمل له ري راوت، ده اللي هو ايه ممكن تستخدم السموث سيجنال، سموث سيلكتد سيجنال اللي تحت دي او الري راوت ا ديفايس. فاحنا خلينا دلوقتي احنا شغلنا كله، يعني انا مش عايزك تتعلم الاوتو راوت دلوقتي خالص، انا عن نفسي والله العظيم في شغلي تبقى دوائر معقده جدا وشغل كبير خالص ما بستخدمش الاوتو راوتر ده، لان ما بيديش نتائج كويسه خالص، يعني النتائج بتاعته ما بتبقاش زي ما انت محتاجها.
تمام. فانا هختار مثلا راوت اير واير. في هنا حاجه تانية اسمها ايه؟ اوتو راوت. اوتو راوتر ده ان البرنامج هو اللي يوصل لك، يعني انت هترص له المكونات وتقول له انا هتحدد له اللايرز والرولز اللي هيبدا يشتغل بيها، وهو هيبدا يوصل ايه؟ اوتوماتيك. تمام. طبعا بيعمل عده محاولات ان هو يطلع لك بافضل نتيجه، بس النتيجه برضه ما بتبقاش مرضيه في النهايه، او انا ببقى ببص لها نظره مش مرضيه. يعني انت ممكن تبقى بص للدايره انها خلاص وصلت. يعني انا لما كنت ببدا لما بدات اتعلم على البرنامج اللي هو ايه، يا سلام لما الدايره كانت بتتوصل، دي كان بيبقى يوم عيد. تمام. الفايا دي زي ما قلت لك دي بقى بتربط بين دبل لاير، يعني لو انا عندي طبقه نحاس فوق وطبقه نحاس تحت وعايز اوصل بينهم، بعمل زي ثقب كده. الثقب ده بيبقى فيه زي قصدير من جوه موصل بين اللايرز وبعض، وده برضو لما نيجي في حاجه دبل لاير هنشرحه. الهول دي لو انت عايز تعمل فتحات او دواير مثلا هتخرمها بعد ما تخلص البورد، تبقى ظاهره لك يبقى معلم لك ان في هنا هولز او الكلام ده. البوليجون هنشرحه لما نحتاجه. البوليجون ده ان انا البورده مثلا، وليكن خلينا عايز ارسم كده لاين، تمام، وليكن مثلا انا عملت بوردة بالشكل ده، مايتر، عايز مثلا اعمل بوردة بالشكل اللي هو ايه، شكل السداسي كده مثلا، يعني انا معمولة بشكل عشوائي، بعد كده اقول لك ازاي تعمل الشكل اللي انت محتاجه بشكل صحيح. تمام. يعني عامة لما باجي اصمم حاجة زي كده بعملها، برسم ملف دي اكس اف فايل او اللي اوت ده، برسمه على السوليد الاول واطلعه دي اكس. وليكن مثلا انا محتاج شكل البوردة بعد ما تطلع تبقى بالشكل ده. تمام. ده اللي هو ايه، انا حددت كده الدايمنشن. حتى انا واقف هنا لما جيت اختار في هنا اللايرز بقى، هناك كان عندنا كام لاير؟ حوالي 5 أو 6 بس في السكيماتيك. هنا في أكتر من 255 لاير. تمام؟ ده الرقم بتاع اللاير أهو. طيب خلينا نطلع فوق خالص كده. هتلاقي أول حاجة التوب لاير أو طبقة النحاس العليا اللي هي تبقى فوق. البوتوم لاير أو طبقة النحاس السفلية اللي هي تبقى تحت. تمام؟ بعد كده الطبقة اللي بيكون فيها البادز اللي بتتوصل أو اللي بقى فيها البادات اللي أنا هلحمها. الفايس دي اللي هي بتوصل زي ما قلت بين دبل لاير. الان راوتد اللي هي ايه؟ الان راوتد اللي هي الاير وايرز، يعني اللي هي متوصله في السكيماتيك لكن لسه ما توصلتش في اللي اوت، او لسه ما بقتش مسارات من النحاس. تمام. ده اللي هو الان راوتد. الدايمنشن اللي هي اللاير اللي هي بتحدد لي ابعاد البورده او شكل البورده هيبقى ايه، ده اللي هو الدايمنشن. التي بليس اللي هو تي، اي حاجه هنا هتلاقيها هنا هتلاقي في تي وهتلاقي في بي. التي اللي هو التوب، البي اللي هو الايه؟ البوتوم. التي بليس ده اللي هو التوب، تمام؟ البليس المكان اللي هيتحط فيه او شكل المكون الالكتروني اللي هو بقى مرسوم باللون الجراي. يعني لو انت جيت بصيت هنا كده شايفين اللون الجراي اللي بره ده؟ ده اللي هو التي بليس، بيبقى ظاهر لك كده محدد لك ابعاد المكون اللي انت هتحطه. تمام؟ طيب البي بليس، اهو انت عندك في تي بليس وفي بي بليس. البي بليس ده اللي هو في البوتوم بقى، يعني في اللاير اللي تحت، وبيكون برضو بنفس اللون ده. تمام. هو حتى حاطط لك نفس اللون اهو. انت ممكن تغير الالوان دي، يعني انت ممكن تيجي على اللون كده وتغير اللون زي ما انت عايز، بس اعمل حسابك ان الالوان دي بتبقى معموله ايه، ستاندرد، عشان لما تيجي تصنع. التي اوريجن والبي اوريجن. التي والبي اوريجن دول شايفين الكروس اللي بتبقى موجوده هنا اللي انا لازم اضغط فيها عشان اتحرك اجي احرك المكون ده، اللي هو التي اوريجن والبي اوريجن. زي يبقى فيه في التي او في التوب، وزي يبقى فيه ايه في البوتوم. التي نيم اللي هو اسم المكون اللي هيبقى مكتوب على التوب، والبي نيم لو اسم انا عايزك تبقى اسماء على الايه، البوتوم. التي فاليو اللي هو لو انا عايز اكتب فاليو للمكون ده على التوب، والبي فاليو لو انا عايز اكتب قيمه للمكون على ايه، على البوتوم. باقي الحاجات دي في حاجات منها هذكرها لك لما نحتاج، يعني مش مهم، انا ما يهمنيش كل ايه اللي موجود ده حاليا. تمام.
بس في حاجات ده ما يعني ما ننكرش ان احنا في حاجات هنحتاجها منه كتير. فانا اقول له اوكي حتى الان، يعني خلينا متفقين على ايه اللي احنا اخترناه لحد دلوقتي. هاجي من هنا بقى ايه تاني؟ اتكلمنا عن ده. البوليجون دي، بص انا بعد مثلا ما رسمت البورده دي كده، مش انا قلت البورده عباره عن مسارات من النحاس؟ المسارات من النحاس دي البورده كلها اساسا، يعني دي كده كبورده المساحه اللي هي المساحة اللي هي ظاهرة قدامي دي حاليا، اللي هي المربع الأسود الغامق ده، ده أبعاد البوردة. المفروض دي أنت لما بتجيبها بتبقى كلها نحاس، يعني اللون الأسود ده كله نحاس. أما تيجي ترسم بقى هنا مثلا مسار نحاسي جوه أي نقطة من دول، المفروض المسار ده أي حاجة حواليه تتشال، يعني أي نحاس تاني حواليه زيادة ما يبقاش موجود، عشان ما يوصليش أو ما يعملش شورت سيركت بينهم وبين بعض، صح؟ طيب انا بعد ما برسم المسارات النحاس دي المفروض اشيل النحاس اللي موجود ده كله. طيب عمليه ان انا اشيل النحاس ده كله بتاخد وقت كبير في مرحله التصنيع، لو انت هتصنع يدوي او هتبعتها تتصنع بره. طبعا انت متصنع بره ما بتبقاش شايل الهم قوي، انما لما تيجي تصنع انت بايدك بتبقى بتاخد منك وقت كبير. فبنضطر نعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها بوليجون، او بنعمل فيل للمكان ده كله بالنحاس. طيب ما انت هتقول لي طب ما انا كده عملت مشكله، انت لسه بتقول لي انا هشيل النحاس عشان ما يبقاش موصل بينهم. احنا بنعمل فيل بالنحاس للاماكن اللي احنا عاوزينها، يعني اللي هو ايه الاماكن اللي احنا مش هنكون موصلين فيها تراكات وعاوزين ما تغيبش وقت التحميض. يعني انا بعتبرها انها مسار نحاس بس مش متوصل في الدائره، او ممكن بوصله بالسالب او بالجرام. تمام، ده بالنسبه للبوليجون. الراتز نست دي تبع البوليجون برضو، وممكن تقلل لي الاير واير، يعني لو الاير وايرز دي داخله في بعضها لو انا ضغطت هنا كده بترتبهم لي. لو هم دلوقتي عشان الدايره صغيره خالص وبسيطه فهم مترتبين اصلا. تمام، في ايه تاني؟ سيجنال مش هستخدمه في حاجه برضو. تكست لو انت عايز تضيف اسمك او تكتب اي حاجه هنا على البورده ممكن تستخدم التكست دي. ولما بتختار امر التكست اهم حاجه، اهم حاجه اختار اللاير اللي انت هتعمل. يعني انا لو جيت امر تكست ده كتبت له مثلا اي تريبل اي، هنا اول حاجه اختارها لي ايه؟ التوب لاير. لا انا مش عاوزها في النحاس، انا عاوزها مثلا في التي بليس، او عاوزها في التي نيم، او عاوزها في البي نيم مثلا تبقى على ظهر البورد. تمام، حتى هو عمل لها فليب اوتوماتيك، يعني لما اجي اعملها كده هتبقى ظاهره لي في ايه؟ في ظهر البورد. تمام، عايز اعمل لها ديليت، اخترت امر ديليت اهو وراح على الكروس اللي هنا دي كده عملت ديليت. باقي لي ايه؟ باين ان انا ارص المكونات اللي هنا دي هنا، صح كده؟ ممكن اجي بقى من امر موف وانقل مثلا اول حاجه انا محتاجها، او انا مثلا محتاج اغير الشيب ده الاول، هعمل ده ديليت كده. وهاجي هنا واقول له مثلا انا محتاج ازوم كده على الاخر خالص. تمام، اخترت اللاير، اختار من هنا اللاير اخليها دايمنشن، واقول له انا هتحرك مثلا من هنا اهو كده تمام. فلو انت عايز تعمل مثلا اي كاستم شيب في دماغك عايز تعمل، عايز تعملها مثلا على شكل عربيه تديها، تهديها لطفل صغير، تديها لاي حد براحته. ماشي، هاجي هنا بقى ابدا اسحب مكونات. اول حاجه هتيجي ايه اللي حصل؟ المكون ذات نفسه اكبر من ابعاد البورد، فعامل لي هنا كده في حاجه اسمها تير ستريكت باللون الاحمر. التير ستريكت دي يعني اللي هو ايه؟ اكن انا حاطط حاجتين فوق بعض، او معناه ان هو بيقول لي ان في ايرور، الحاجتين دول مش هينفع يركبوا مع بعض. تمام؟
فباجي الاول هروح جاي مرجع دي تاني كده، واروح جاي مكبر مساحه البورد اهو، اقول له هات لي يا عم دايره. انا برضو عشان الناس هتيجي تحل او هتيجي ترسم هيقابلك مشاكل، تمام؟ ادي دايره. طيب ابدا انقل بقى السويتش ده اهو. بص كل ما بقرب من بره معناه ان ايه في مشكله، ما ينفعش البدا دي تبقى قريبه قوي كده ايه من بره. وهنشوف دي اصلا ايه اللي بيحددها، ان انا قلت اللي بيحدد لي الكلام ده الديزاين رولز، تمام؟ ما ينفعش برضه احط السويتش بره الدايره، وليكن مثلا كده ان هو في نص الدايره مثلا كده كويس. وهاجي هنا اسحب المقاومه دي، اقول له مثلا عاوز احطها هنا كده، وهات لي ده الاسم بتاعها اخليه في نص المقاومه، والفاليو بتاعتها مثلا انا عايز احطها هنا. يبقى انا اي حاجه يا شباب في ليها هنا اهو كروس ممكن احركها من، تمام؟ باقي ايه الليد اهو، هقول له مثلا خلي لي الليد دي، ماشي؟ ننقل ده كده، انا ممكن اعمل له روتيت عادي، اقول له مثلا خليه كده ماشي، ونقل دي كده هنا، ورجع دي تاني. يعني بحاول اخلي الاثنين كروس بعيد عن بعض، لان يعني في كروس هنا اهي بتاعت المقاومه كلها، وفي كروس ثانيه جنبها بتاعت الايه الفاليو بتاعتها. وانقل دي كده، باقي لي ايه؟ ادي طرف الجراوند صح، وادي الطرف الثاني اللي هو الايه الخمسة فولت. ممكن اروح جاي بقى منزل ده كده تحت شوية، انزل ده تحت شوية اهو، تمام؟ يبقى انا كده حتى الان ما عنديش اي مشكلة في اي حاجة. ممكن اسحب دي كده لتحت، خلي الفاليو بتاعتها مثلا تحت، وهلف ده كده مثلا اقول له خلي لي دي فوق، وهات لي الفاليو دي هنا تاني تحت. تمام. عايز اعمل ايه تاني؟ عايز اكتب مثلا هنا انا انقل دول كده، او مثلا كلمه جراوند دي كبيره، ممكن اروح كده كليك يمين عليها كده واعمل اظهر الخصائص بتاعتها، واقول له السايز بدل ما هو 21 مللي ممكن اضغط على السهم واختار حاجه من اللي موجودين هنا، فيكون مثلا انا محتاج اللي هو ايه الرقم اللي هو 8 من 10 مللي تقريبا ده، واقول له ابلاي، بقول له اوكي. تمام انا كده صغرته اهو، ده كده بالنسبه لي ايه الجراو، او ممكن اجيبه كده. تمام نفس الكلام هعمله مع الخمسه فولت، يعني البروبرتيز بتاعته. ولو انا ممكن عملت بالبكره بتاعت الماوس كده لفوق هيغير لي ايه الرقم زي ما انا عاوز من الارقام اللي موجوده. عايز اغير الفاليو ممكن اهو راح اعمل كده واكتب الرقم mm يعني بالمليمتر، تمام؟ اعمل موف لدي اهي، تمام كده. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ الناس سقطت ولا ايه؟ شباب تمام. طيب انا كده خلصت مثلا البورده اللي هي على شكل دايره دي، عايز بقى ابدا اوصل مسارات النحاس دي. زي ما انا قلت باجي هنا اختار راوت اير واير دي، تمام؟ دي اللي حتى يعني اللي هو اللون الاصفر ده، ده المسار النحاس اللي انا هرسمه، بس هو حتى الان اير واير، اير واير يعني هو مسار هوائي، هو مسار متوصل بس فين؟ في الهواء، مفيش تراك نحاس لسه ايه ربط بين النقطتين دول. المفروض الكهرباء تيجي تمشي من هنا، او تمشي من الخمسة فولت تروح لطرف السويتش ده، بعد كده من تطلع من طرف السويتش الثاني للمقاومه، بعد كده تطلع من طرف المقاومه للليد، من طرف الليد الثاني ترجع للايه للجراوند. ده الطبيعي اللي المفروض يتعمل، لكن هم حاليا مش متوصلين مع بعض. فباجي هنا اعمل راوت اير واير، تمام؟ هلاقيه عمل لي ايه لاير واختارها التوب. طب انا محتاج اوصل في التوب ولا محتاج اوصل في البوتوم؟
لا انا كبرت حجم الدايره، كبرت حجم الدايره النحاس عشان القنبله. تمام، يعني انا اخترت رسمت دايره بالمقاس اللي انا محتاجه. تمام، زي ما قلت باجي بقى من هنا راوت اير واير دي، بختار اللاير اللي انا محتاجها. انا حتى الان عندي ايه، عندي دبل لاير بس اللي البرنامج مديهم لي. انا بعد كده من السيشنات الجايه هقول لك لو انت عاوز اكتر من لاير تضيفها ازاي، لحد 16 لاير، يعني البرنامج بيديك لحد 16 لاير فور فري. بعد كده محتاج اكتر من 16 لاير بتبدا تدفع فلوس. تمام، فانا مثلا ايه، انا البورده دي اسال نفسي سؤال الاول، وانا محتاج البورده دي صنعها سنجل لاير ولا دبل لاير، محتاج اصنعها ايه على حسب. والله لو عندي امكانيات واقدر اصنعها دبل لاير واعمل طبقتين من النحاس عشان احط بس سويتش والمقاومه وليد، خلاص هعملها دبل لاير. طب انا امكانياتي دلوقتي ما تسمحليش اعمل دبل لاير، لانه مثلا بيحتاج تكنولوجيا تصنيع خاصه وما اقدرش اعمل غير سنجل لاير، خلاص هاجي على البوتوم ده اللي هو النحاس اللي بقى في دايره البي سي بي اللي انت بتشتريها من الطبقه اللي تحت، واختار البوتوم. يبقى انا محتاج اوصل في الطبقه الايه الخلفيه، اخترت البوتوم لاير اهو، وانا حاليا على ايه راوت اير واير. هاجي هنا في ثلاث حاجات، اول حاجه بيقول لي اجنور اوبستاكلز، يعني لو في اي عوائق عدى عليها عادي اعتبرها مش موجوده. تمام، اللي بعدها بيقول لي ايه، بيقول لي لا ووك اراوند اوبستاكل، يعني لو في اي عائق لف حواليه. هنا بيقول لي بوش اوبستاكل، يعني لو في عائق اقدر ازقه ويحط 100 خط، كلمه اقدر ازقه دي اعمل له بوش. يعني مثلا لو انا عندي سويتش زي ده وانا ماشي بمسار نحاس من الخمسة فولت، بحاول اعدي من البدا دي، هو ما يقدرش يدق الباد. تمام، لان دي حاجه ثابته، انما لو في مسار نحاس هنا جاي كده وانا جاي من فوق بالخمسة فولت يقدر يزق. السيشن متسجله. تمام، تاني لو انا عندي مسار نحاس هنا كده وانا جاي من فوق بمسار نحاس تاني ومختار الاوبشن اللي هو بوش اوبستكل ده، هيزقه عادي. انا هبرر لكم الثلاث اوبشنات دلوقتي. تمام، لوب ريموف دي مش مهمه، يعني هي بس خليها معمول لها مارك كده. تمام، هتيجي هنا على السلكت واير بين، كان في حد كان بعت لي امبارح تراكات زوايا 90. بص، افضل حل في البي سي بي او افضل التراك اللي هو ايه، بيبقى كيرفد. تمام، او بزوايا 45، ده افضل حل. لكن الزوايا 90 دي بتعمل معوقه للدايره، يعني اكنك بالظبط بتعمل دايره وعمال تحط مقاومات وانت مش واخد بالك. يعني كل ما تمشي شويه تروح جاي حاطط مقاومه، كل ما تمشي شويه تروح جاي حاطط مقاومه. المقاومه دي لو في تيار في الدايره هتقلل لك التيار ده، وهتعمل لك مشاكل باور كونسمشن في الدايره، ويحصل هيت وحاجات هتقرفك انت. تمام، فانا يعني ده من الستاندردز كده بتاعت البي سي بي، ان انت ما تستخدمش ايه التراكات اللي هي زوايا 90 دي الا اذا احتجتها في اضعف الامور، ودي ما بنستخدمهاش خالص اصلا. تمام، فاحنا هنشتغل بايه، باللي هو معمول له 45 او بالكيرفت ده، اي واحد من الكيرفت دول او بالستريت لاينز. تمام، هو بالظبط يا شباب اكنك ماشي. حلو، لو انت ماشي تحب تمشي في طريق ما فيهوش اي مطبات، ولا تمشي في طريق كله مطبات؟ الطبيعي ان انت تحب تمشي في الطريق اللي ما فيهوش مطبات، لان مش هيعمل لك ازمه، انت هتبقى ماشي براحتك. انما لو انا جيت حطيت لك في الطريق مطب، وكمان شويه رحت جاي حاطط لك مطب تاني، كمان شويه رحت جاي حاطط لك مطب تاني، لو انت كنت ماشي بالفول سبيد بتاعتك هتقلل سرعتك غصب عنك اجباري، لان انت دلوقتي بقى عندك ايه؟ عوائق في الطريق. اهو بالظبط المسار اللي هو 90 درجه ده، اكن الكهرباء تبقى جايه ماشيه كده ولقيت عائق قدامها، وبعد كده عايزه تعمل ايه؟ تتحرك بزاويه 90 درجه تاني. تمام؟ فاحنا بنقول يا اما ناخد زاويه 45 يا اما الكيرفد تراكس. تمام؟ فخلينا في الزاويه 45. طيب في ايه تاني؟ الويتس او اللي هو سمك مسار النحاس. سمك مسار النحاس ده بيتحدد ازاي؟ يعني برضو في حاجه، لو انت هتصنع يدوي غير ما تكون هتصنع بمكن، الدي اي واي او الدو ات يور سيلف، او لو انت هتصنعها بايدك، انا بفضل تراك النحاس ما يقلش عن 8 من 10 مللي. تمام، هو ديبند، ماشي هو ديبند على الكرنت مفيش مشكله، انا مش عايز اقولها دلوقتي لان ليها برامج بيتحسب بيها. تمام، هو زي ما بيقول كده بالظبط،
سمك التراك ده يا شباب اللي بيحدده التيار او كميه التيار اللي انت هتسحبها. يعني انا مثلا لو عايز اسحب 1 امبير مش زي ما اكون هسحب 100 مللي، مش زي ما اكون هسحب 26 مللي، تمام؟ ده حاجه. الحاجه الثانيه تكنولوجيا التصنيع ذات نفسها. يعني لو انا هعمل بورده صنعها يدوي، البورده دي بتسحب 100 امبير، مش زي ما اكون هعملها على ماشين ونفس البورده بتسحب 100 امبير، صح؟ يعني انا مثلا لما اجي اعمل يدوي بقى في مشاكل ايه؟ ان انا بعد ما هعمل البورده دي واطبعها كحبر واروح اصنعها ممكن تراكات تتاكل وانا بحمض، ممكن يحصل اي مشكله تانية، الاقي مثلا مسار كامل اتشال، تمام؟ انما لو بصنع بمكن انا ضامن ان الحاجه اللي انا هعملها هتتصنع. يعني لما ببعت الدوائر تتصنع ببقى عامل التراك 3 من 10 و2 من 10 مللي، اللي هو حاجه اصلا انت ممكن يعني بالنظر كده يا دوب شايفها، تمام؟ بس هو كل ما التراك قل مش حاجه حلوه. يعني زي ما قلت المره الجايه هقول لك ازاي تحدد سمك التراك ببرامج. لو انت عايز تحسب الموضوع ده، تحسب سمك التراك هيبقى قد ايه وانت عارف مثلا هيمشي في تيار قد ايه، هقول لك تحسبه ازاي. طيب لو انت هتعمل يدوي ومش محتاج تعمل الكالكوليشنز دي كلها وحاجه في السريع كده، زي ما اقول لك يدوي ما تقلش عن 8 من 10 مللي متر لحد قد ايه زي ما انت عاوز. يعني التراكات كل ما هتكبر مش هتعمل معاك مشكله، انما كل ما التراك يرفع هيعمل معاك مشاكل، لان المقاومه رو في ال رو اي في ال على ايه؟ كل ما السمك بتاع المقاومه يقل هتعمل لك مشكله، لان هتزود التيار هتزود المقاومه بتاعت السلك ده. يعني انت هي نفس الكلام برضه، انت عمال تحط مقاومات وانت مش واخد بالك، تمام؟ طيب انا دلوقتي حطيت السمك هو مثلا 8 من 10 مللي، في هنا حاجه بيقول لي سيلكت فاي شيب. سيلكت فاي شيب دي ده شكل الفايز اللي هي بتربط بين كل لير والتانيه، انا مش هستخدمها دلوقتي في حاجه. نفس الكلام مع الدريل، ده بيبقى اللي هو الثقب اللي بيبقى جوه الايه؟ الفاي شيب دي، تمام؟ الريديس نفس الكلام، يبقى الريديس الخارجي بتاع ايه؟ الفاي. فخلينا دلوقتي على اللي هو 8 من 10 دي، وانا هختار يعني لو انا في عندي عائق تراك وانا بحاول اعدي منه اعمل له بوش وعرفني ان ده ايه؟ ان انا بعدي من مكان مش مسموح لي امشي فيه، تمام؟ او في تراك تاني هيعمل له معوق. طيب انا مختار دلوقتي كراوت اير واير، ومختار اللاير بتاعتي بوتوم، ومختار بوش اوبستكل، والويتس 8 من 10. بعد كده يا شباب الحاجات دي هتبقى بالنسبه لكم اللي هو ايه؟ تبقوا معتادين عليها. يعني لو مش هتبقى حاجات تقيله عليكم بقى اللي هو لسه انا لسه هختار الحاجات دي، لا انت الطبيعي تختار دي، هتلاقي دي معموله التراك مثلا للديزاين رولز، فدي انت بتعملها مره واحده، بتختار اللايرز بتاعتك اللايرز قد ايه، الكليرنس بين كل تراك والتاني، الديس السايز. فعادي خلينا عايزين نشرحهم دلوقتي مفيش مشكله، ايه رايكم نشرحهم دلوقتي هما كمان؟ تمام، كفايه يعني، كفايه. انا من رايي برضه يعني في واحد بيقول كفايه، عشان برضه لو في واحد وقع يعني لا الناس كده كلها ايه وقع. ما هناخد بريك، المشكله الوقت اتاخر، يعني عشان لو في حد عنده مشكله في الوقت عايزين تاخدوا بريك ونكمل، ما عنديش مشكله. فكرة بس ان احنا عندنا بكرة محاضرات وعندنا حاجات الصبح وكده. خلاص تمام، ما فيش مشكله. طيب انا هعمل دلوقتي هكنسل الجزء ده ونشرحه المره الجايه، تمام؟ انا اخترت اهو تاني راوت اير واير، اخترت اللاير بتاعتي في البوتوم لاير، وهعمل بوش اوبستكل، واخترت الويتس بتاعتي 8 من 10 مللي. اول ما اجي على اي نقطه من دول واضغط بقى معايا ايه؟ مسار نحاس اهو، اللون الازرق ده كده اهو، انا بسحب وهو بيتحرك معايا. وقفت على النقطه دي وضغطت طلع لي ايه؟ ادي مسار نحاس. نفس الكلام هسحب من هنا كده، عملت مسار نحاس تاني من هنا لهنا، مسار نحاس تاني من هنا لهنا، مسار نحاس رابع. طيب انا كنت رخم وعايز اجي اعدي بالمسار ده من هنا، بص خد بالك ايه اللي بيحصل. انا قلت له اعمل بوش، تمام؟ طيب هعمل سكيب واختار نوع ثالث، هقول له مثلا لف من حوالين الخط ده. لو انا جيت بحاول اعدي كده دلوقتي، خدت بالك ايه اللي حصل؟ لما جيت اعدي من الخط عمل ايه؟ لف لوحده اوتوماتيك من تحت، او ممكن يلف من فوق على حسب الالجوريزم اللي بيبقى مكتوب ايه في البرنامج. طيب النوع الثالث اللي هو لو انا بحاول اعدي من فوق الخط عدي عادي، ده يعمل لي مشاكل.
تمام، فانت ما بتستخدمش ده نهائي، الا لو عندك مثلا في مكونات الكترونيه ممكن تلاقي نازل فيها هولز وانت مش هتستخدم الهول دي ومحتاج تعدي ايه خط او تراك من فوقها، هي هتعمل لك مشاكل برضو، بس ده لو انت عايز ايه تعملها اجباري تستخدم دي. فانا بقول لك احنا بنستخدم دي افضل حل عشان تشوف لو في مشاكل عندك. طيب انا كده خلصت ايه البورده بتاعتي، ده شكل السويتش، المدخلين بتوع الباور، الليد، المقاومه. عايز اشوف شكل البورده، انا حتى الان ما عملتش فيل الايه للباقي ده نحاس، عايز اشوف شكل البورده بقى بعد ما هتتصنع هتبقى شكلها عامل ازاي في ال 2 دي بس، يعني لسه مش 3 دي. في هنا حاجه اسمها مانيفاكتشرنج او التصنيع في الجنب كده، بضغط عليها تمام، بيعمل انيشاليزنج بريفيو. موضوع النسختين عندي ده عامل مشكلة للبرنامج. ماشي، ادي التوب سايد، ده شكل البوردة من فوق، بيقول لك ان هيبقى هنا في بوز 5 فولت جراوند، سويتش راكب هنا، ال LED دي بتاعتك، وادي المقاومة تمام. طب الفاليوز ليه مش ظاهرة؟ لان انا هحتاج هنا كده اجي اضغط على الفاليو اهو. ماشي، هخفي اللاير دي بتاعت النحاس واقول له غير لي اللاير بتاعت الفاليو دي، خليها ايه في التي نيم، يعني اظهرها لي في النيم عشان اقدر اشوفها هي كمان. نفس الكلام هنا، اقول له خليها في التي نيم تمام. نعمل ابديت لوحده. عامة يعني هو المفروض ان هو يعمل ابديت لوحده. نعمل كده تاني تمام، عمل ابديت اهو، جاب لي هنا الفاليو بتاعت الريد، ريد 3 مللي، وهنا مثلا 220 اوم، المقاومه الاولى، السويتش، الجراوند، وال5 فولت. ده شكل البورده بتاعته وانا بتصنع. ممكن اجي اعمل هنا اغير الباك جراوند كلر او السلك سكرين كلر او سولدر ماسك كلر، الحاجات دي هنبدا نتكلم فيها بقى، يعني ايه سلك سكرين، يعني ايه السولدر ماسك كلر، السبستريت، الحاجات دي كلها تمام. اللون الاخضر اللي انت شايفه ده حاجه اسمها سولدر ماسك كلر، او هو بقى محطوط كده زي طبقه بتبقى محطوطه عشان لما تيجي تعمل لحمل المكونات اي نحاس تحت يبقى معمول له حفظ الا الجزء اللي انت عايز تلحم فيه بس تمام، ده اللي هو سولدر ماسك كلر. يبقى دي شكل البورده اهي، لونها اسود، ودي اماكن اللي انا هعمل فيها لحمل المكونات. ده التوب لاير، لو انا عايز انقل البوتوم لاير هجيبها من هنا كده او البوتوم سايد، ده الشكل بتاعه. لو انا عايز اظهر الدريلز او الهولز او الفتحات اللي هيتعمل لها تثبيت بس، ده الشكل ايه من الدريلز دي تمام. ممكن تيجي ممكن تسيف البورده كصوره، او ممكن تروح تعمل اكسبورت ايمج كده وتختار المكان اللي انت عايز تسيفها فيه، وليكن مثلا فيرست سيشن هقول له مثلا ايه توب لاير تمام. اللي انا هحتاجه يعني التاسك بقى بتاع النهارده، نفس البورده اللي انا هعمل اللي انا عملتها دي، عايز كل واحد يعملها بطريقته الخاصه، يعني كل واحد يعملها بالشكل اللي هو عاوزه ويحط عليها تكست كده باسمه تمام، يحط تكست هنا باسمه، التكست ده يبقى من معمول في اللاير الخاصه بالبوتوم لاير، مش احنا اتفقنا ان دي دلوقتي هتبقى طبقه نحاس في طبقه نحاس واحده في البوتوم لاير صح كده؟ الناس معايا ولا فصلوا خالص؟ ها الناس فصلت؟ احنا خلصنا يا شباب تمام. نفس البورده دي او تحط كاستم شيب زي ما انت عاوز، تغير الشكل براحتك زي ما انت عاوز تمام، وهتيجي في البوتوم لاير هتروح جاي حاطط ايه، تروح جاي كاتب اسمك مثلا او تكتب اي حاجه انت عاوزها في يبقى ده يعني تبقى فوت برنت خاص بيك انت يعني تمام، حاجه يونيك كده تكتبها في الايه في البوتوم لاير، وهتروح جاي جايب صوره التوب لاير والبوتوم لاير جاي باعتها ايه
تبعتها يستلموها منك التكنيكال يا اما تنزلها في بص على الجروب. تمام، لان زي ما قلت هيكون في النهايه جيف اواي، اوري لكم برده الجيف اواي. خلينا نقفل بقى، انا سايف ده اهم حاجه تعمل سيف، واقفل دي اقفل دي اقفل دي. محدش يقفل، استنى تمام. دي البورده اللي هتكون جيف اواي، هي بورده واحده لان البورده دي هتبقى مكلفه كتير جدا. تمام، فدي للشخص اللي هيكمل، اللي هيكمل النهائي ويكون ملتزم بكل الايه اللي هيطلب. البورده دي مبنيه على كنترولر 2560، فيها مدخل يو اس بي ممكن تبرمج منه مباشر من الاردوينو. تمام، هي البورده مخصصه للكوميونيكيشن بس، يعني اي بروتوكول كوميونيكيشن هتلاقيه بقى هتدعمه. هتلاقي فيه اليو اس بي دول، فجاني اليو اس بي الاثنين بيخرجوا 3 و3 من 10. تمام، بيخرجوا اي سكوير سي، اللوجيك ليفل بتاعه 3 و3 من 10 وعليها لوجيك ليفل كونفرتر، وهتلاقي هنا مخرج اي سكوير سي شغال لوجيك ليفل 5 فولت. تمام، هتلاقي هنا مدخلين انالوج لو انت عايز اشارات انالوج وكده، هتلاقي هنا لو انت عايز تبرمجها كاي في ار هتلاقي هنا عندك مدخل برمجه اهو، سويتش اون اوف، عايز توصل الجهد معاك لحد 12 فولت من بره عادي، هنا هتلاقي دي مداخل الهاردوير يو ار. يبقى انت عندك الهاردوير، عندك هنا الاس بي اي، عندك اليو ار في الاس بي اي، ماشي يا عم، الناس كلها عايزه تاخد الفورت، ماشي. حلال على اللي هياخدها في النهايه يعني ان شاء الله. تمام، المداخل اليو اس بي، المخرجين اليو اس بي دول، تمام، هي دي المفروض يا شباب ده جزء من مشروع التخرج بتاعي. تمام، انا عاملها مجرد ان احنا نتست عليها الشغل وكده. فانا قلت انا كده كده بما ان انا صنع منها 5 بورد هحتاج منهم جزء للمشروع ليا ومن التيم اللي معايا، في بورده منهم انا هجمعها هتبقى جيف اواي. تمام، والبورده دي هتبقى مكلفه كتير جدا، فيا ريت اللي هياخدها يعني يعتني بيها ويقدر كم المجهود اللي اتبذل في تصميمها وكده. تمام، هي فيها برضه يو اس بي 2 تي ال لو انت عايز تعمل انترفيس خارجي. يعني الناس بدات تتخانق، انا اهم حاجه الناس اللي هتلتزم وتكمل للنهايه. تمام، هتلاقوا فيها كل الكوميونيكيشن بروتوكولز اللي انتم محتاجينها، وبرده المداخل خارج اليو اس بي دي هيبقى معاها اكستنشن بورد ثانيه. تمام، هيبقى معاها اكستنشن بورد خارجيه تطلع لك وتوصل كابل اليو اس بي، يطلع لك 4 اطراف ثانيين في الجهه الثانيه. تمام، الناس بدات تتخانق، انا كده كده هلتزم وده ماشي. اوري لكم برده الايه، يعني ده شكل فاكرين الصورة اللي احنا لسه مطلعينها دي، صورة شكلها اهي. تمام، هتلاقي عندكم مثلا انا كنت عامل ده لل ان سي او اللي هو التمبريتشر سنسور، وهنا كنت بقرا اشارة اي سي جي عشان اعرضها، وهنا الاي سكوير سي زي ما قلت لكم ده شغال لوجيك ليفل 5 فولت. تمام، ودول اللي هم اليو اس بي، اي سكوير سي بس 3 و3 من 10 لوجيك ليفل، زرار ريسيت، اس بي اي لو حد عايز يعمل كوميونيكيشن بالاس بي اي او يعمل برمجه. تمام، بالظبط لما تطبقه الاول والناس تسلم الايه التاسكات المطلوبه منها. وهنا اون اوف سويتش، وعندك هنا ليد انديكيشن للباور، مدخل اليو اس بي الخاص بالبرمجه او اليو اس بي تي ال زي ما انتم عاوزين. تلاقي هنا مداخل تثبيت، ادي مدخل فتح التثبيت هنا وهنا، فتح التثبيت ثانيه اهي، وده فتح التثبيت ثالث. تمام، ماشي، في هي لسه عامله 5 دوائر بس، انا ليش دعوه باللي لسه عاملينه النهارده، اللي ليه دعوه باللي مطلوب الناس ايه تعمله وتسلمه. تمام، والحاجه اللي هتبقى كلها هتجي لي انا وهبص عليها، حتى التكنيكال ذات نفسهم هيبعت. تمام، في النهايه لو في حد ما كانش من نصيبه يعني، وما ان مش هيبقى في غير بورده واحده، لو الناس حابه تاخد التصميم انا ممكن ابعت لكم التصميم عادي تصنعوه، ما فيش مشكله. تمام، هو التصنيع مش ما بيكلفش كتير قد المكونات اللي بتبقى موجوده على البورد يعني. يعني سعر الاي سي ال 2560 ده سعر اصلا اكتر من تكلفه تصنيع البورد كلها او الخمس بورد يعني. تمام، ده اللي هو البوتوم لاير بقى او اللاير
اللي تحت يعني مشاريع في الكلية وبرك. والله بص يا ابني انت ونصيبك، عايز تعمل كنبة مش عايز، انت تكبر خلاص تاخدها، انت اكبر. اه ماشي خلاص يا جدعان، خلاص نحل الخناقة اللي بينكم دي، خلصوا التاسكات وسلموها، واللي خلصها يسلمها ان شاء الله هو اللي مبدئيا يعني كده محدش هياخدها الدور. غيري، خلاص بقى خلاص يا باشمهندس انا عادي. قررت. طيب يا شباب احنا كده يعتبر خلصنا السيشن تمام، لو حد عنده اي اسئله يبعتها قبل ما اقفل. هو في واحده كمان طلعت قالت لكم انا اصغر حد وانا اللي هاخد. خلاص اللي هيلتزم يا شباب، اللي هيلتزم هو اللي هياخدها ان شاء الله تمام. طب ما احنا كده كده هنلتزم. الله، ايوه، ما هو في فرق بين حد هيلتزم لحد الاخر خالص وسلم كل اللي مطلوب منه على اكمل وجه، وممكن يجود فيه كمان يضيف حاجه من عنده تمام، وبين حد هيلتزم ويعمل نفس اللي مطلوب منه بس. يعني يعني الخمسة تفرق بيبي اللي أنا الستايل. عاملاهم النهاردة دول مش جايبين معاكي يعني؟ أعمل إيه لا طيب؟ لا ماليش دعوه، مشكله العرب اللي في البرنامج هي مش مشكله، يعني هي مشكله العرب كده عشان تطور مش طب مشكله. وقفوا الريكورد طيب.